صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث لنهار الاثنين 23 أيار مايو 2016. انتهت انتخابات البلدية بالجنوب ليبدأ التحضير للانتخابات البلدية شمالا. أبرز المرشحين بالانتخابات البلدية شمالا النائب السابق مصباح الأحدب المرشح على لائحة طرابلس عاصمة. صباح الخير استاذ مصباح. صباح النور ست. اهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. يعني لافت انه مثل ما الوزير السابق شرب النحاس ترشح ببيروت، البعض يقول انه الليل اللي بيكونوا بمنصب بالسلطات الثلاثه يعني بيروحوا على انه يترشحوا بمنصب بلدي، بيعتبروه بالتوصيفات اللبنانية يعني أقل ربما رتبة، أقل رتبة أو قيمة يعني. أو قيمة ممكن، بس يعني شو اللي بيخلي مصباح الأحدب أنه يخوض معركة اليوم بطرابلس، ومعركة مش سهلة يعني في بوجهك لايحة من مكونات البعض يعتبرها يا ربما سلطوية، ربما تكتل ما بيشبه بعضه المتخاصمين، يعني عم نحكي عن لايحة مئات الصفدة المستقبل والجماعة الإسلامية، لايحة أخرى بيدعمها اللواء أشرف ريفي، ولايحة مصباح الأحدب والمجتمع المدني. اليوم قديش بتقدروا تكون المنافسة عادية؟ البعض عم بيقول إنه هي حتكون فعلا أم المعارك بالشمال وبعاصمة شمال طرابلس. شو هو البرنامج؟ من هي الوجوه التي اختار مصباح الأحدب أن يخوض مع هذه المغامرة، خصوصا أنه بلايحة غير مكتملة؟ مظبوط، رح نحكي أكثر عن برنامجكم، عن الأشخاص الموجودين، وعن قديش في فعلا أمال بربح هذه المعركة، يعني داخلين معتبرين أنكم ممكن تربحوا ولا ممكن تخرقوا. كل عناوين رح نطرحها مع حضرتك، لكن اسمح لي بداية أن ننتقل إلى زميلتي كلارا جحا وموجز لأهم الأخبار. شكرا لك نانسي، أهلا بكم من جديد. توفي الرقيب أول في فوج إطفاء بيروت وسام بليق متأثرا بجروحه جراء رصاصة طائشة أصابته في رأسه ليلة السبت الماضي في منطقة برج أبو حيدر، وذلك عندما كان يقود سيارته برفقة عائلته. الحادث المأساوي شكل صدمة بين أوساط متابعي كرة القدم، كون وسام من أبرز المشجعين لنادي النجم. ضبطت مصلحة الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي 1110 كيلوغرامات من المسحوق الأبيض الذي يستعمل في صناعة الكبتاغون قادمة من الصين، وتم توقيف ثلاثة أشخاص وأحيل الملف إلى مكتب المخدرات المركزي. أعلنت وزارة الداخلية والبلديات النتيجة النهائية الرسمية للانتخابات النيابية الفرعية في قضاء جزين، والذي فاز به أمل أبو زيد بحصوله على 14653 صوت، فيما نال إبراهيم سمير عزار 7759 صوت، وصلاح أولى جبران 3162 صوت، وباتريك الياس رز الله 399 صوت. ومن جزين، وبعد إعلان فوز مرشح التيار الوطني الحر أمل أبو زيد في النيابية الفرعية، أكد وزير الخارجية جبران باسيل أن جزين فضحت التمديد النيابي وأثبتت أن الانتخابات النيابية ممكنة في لبنان. وفي حضور النائب الممدد زياد أسود قال أبو زيد إنه الأكثر شرعية. سعادة النائب، أهلا فيك، أهلا فيك، الشرع الوحيد. أستاذ زياد، استاذ امل اكثر شرعيه منك؟ ليش عنا هالمشكله نحن؟ يلي حصل من تمديد بالمجلس النيابي، وهي رسالتنا الثانيه، هو كذبه كبيره انعملت على اللبنانيين، واليوم جزين عم تفضحها. انتو شلتوا وصمه العار يلي انحطت على سجلنا الديمقراطي لما تمدد لمجلس النواب مرتين. انتو اليوم عم تيجوا تقولوا الانتخابات ممكنة بلبنان، ونحنا بدنا انتخابات مبكرة وبقانون جديد.
وهن ما بدهم قانون جديد ولا بدهم انتخابات مبكرة، لأنه النتيجة بلبنان رح تكون مثل ما لنا بجزين اليوم. بقى جزين يلي عاشت تحت الاحتلال ما رح ترجع على الاحتلال طالما في مقاومة بلبنان. الرئيس سعد الحريري قصد مدينة صيدا مساء أمس عقب إقفال صناديق الاقتراع والبدء بعملية فرز الأصوات، وأطل على حشود مناصريه محاطا بعمته نائبة بهية الحريري. واستبق الحريري نتائج الانتخابات البلدية مهنئا أبناء صيدا بفوز لائحة إنماء صيدا المدعومة من تيار المستقبل برئاسة محمد السعودي. كنا أمل وثقة بإذن الله مع الرئيس فؤاد السنيورة وعمتي بهية. عمتي بهية ست الكل. الرسالة السياسية إنه نحن باقون، نحن ما نحن جسم متلاحم كتيار المستقبل، نحن موجودين بكل لبنان، ونحن بإذن الله حنكمل هيدي المسيرة، لأنه نحن نؤمن بالبلد، نؤمن بأنه هيدا البلد لكل اللبنانيين، وتيار المستقبل هو التيار الوحيد العابر لكل الطوائف. وإذا بتنزل لكل التيارات السياسية الأخرى ما بتلاقي أي تيار مثل تيار المستقبل. نتائج قرى الجنوب اختلطت فيها الحسابات العائلية بالحزبية، لكن ذلك لم يبدل تقدم الثنائي الشيعي أمل وحزب الله في بنت جبيل والنبطية وصور مع خروقات من العائلات. وقد بلغت نسبة الاقتراع وفقا لوزارة الداخلية في محافظتي الجنوب والنبطية 48%، سجلت أعلاها في قرى صيدا حيث وصلت النسبة إلى 57%. وفي حصبية أكد الحزب التقدمي الاشتراكي فوز اللائحة المدعومة من الحزب بكامل أعضائها من دون تسجيل أي خرق، خلافا لما ورد في بعض وسائل الإعلام. وكان وزير الصحة وائل أبو فعور قد أصدر بيانا جاء فيه: لقد عقد وادي التيم لواء انتمائه ووفائه لوليد جملاط، فبعد راشية وبلداتها ها هي حصبية اليوم بلدات ومركز قضاء تثبت هويتها الوطنية العربية المقاومة التي صاغها كمال جملاط وتابعها وليد جملاط منذ أيام الثورة الفلسطينية مرورا بالمقاومة الوطنية، وها هي حصبية تثبت أسس الشراكة والعيش الواحد في مواجهة كل من حاول تغيير هويتها، وآخرهم من ادعى الاستقلالية وتحرك بدعم من أحزاب وقوى وأجهزة بعثت حية ولو بعد حين. وفي الخبر الأخير، أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما مقتل الملا أختر منصور زعيم حركة طالبان الأفغانية في غارة جوية أمريكية، معتبرا أن ذلك يشكل محطة في جهود إعادة السلام إلى أفغانستان. وقال أوباما في بيان صدر عن البيت الأبيض أثناء زيارته لفيتنام إن مقتل الملا منصور في غارة أمريكية استهدفته السبت في باكستان هو محطة هامة في مجهودنا البعيد الأمد لإعادة السلام والازدهار إلى أفغانستان. والآن نأتي إلى ختام الموجز، عودة إلى الحدث وننسي السبع. شكرا كلارا. مشاهدينا برحب فيكم مجددا وأجدد الترحيب بضيفي المرشح على لائحة طرابلس عاصمة النائب السابق مصباح الأحداب. أهلا وسهلا فيك مرة جديدة. يا هلا فيك أستاذ مصباح. بداية من خبر وفاة الشاب وسام بلاي بالأمس، يعني كان التحذير من معظم وسائل الإعلام من الناس أنه في شاب اسمه حسن خير الدين أصيب، فتى طلع ناشد المطلقي الرصاص أنه ما بقى تقوصوا لأنه عم ندفع ثمنه ولأنه نحن عم ننصاب. بالأمس كانت حياته بخطر لوسام بلاي، اليوم أعلن عن وفاته. شو بينقال بهيك ظرف، خصوصا أنه مبارح من بعد نتائج انتخابات بلدية اسمها انتخابات بلدية، يعني مفروض مجالس محلية، يعني الأهل يعني العالم ببعضها من دون السياسة أقله مفروض هيك، الرصاص ملا الدنيا كمان بجنوب وما حدا سألين إنه هيدا رصاص طايش وين عم بصب. شو بتقول للعالم على أبواب انتخابات طرابلس؟ ونحن عم ندعي يعني عبر الجديد دايما إنه إذا بتشوف حدا عم بقول صوروه، وعنا استعداد انه نشهر فيه لهذا الشخص لانه كلنا بخطر نتيجه هالمغامرات الطايشه.
يعني طبعا هيدي ثقافه انفرضت بالبلد، وهذا هيدي شغله سيئه جدا. وطبعا نوجه كل تعازينا لاهله، ومنو اول شخص بيروح برصاص طايش. يعني انت بتعرفي قديش في ناس دفعت ثمن ببيروت وبغير بيروت. نحن عندنا بطرابلس بالجولات ياما في ناس ابرياء راحوا، 1000 شخص راحوا ثلاث ارباعهم برصاص طايش كمان بالغلط. فطبعا هون في مسؤوليه على الدوله، ولكن اليوم في امور لازم نوضع لها حد. طرابلس انسحب كثير من السلاح، بقي سلاح مع اطراف محدده، وطرابلس يلي بيصوروه معه باروده بيصير بالسجن لحديت هلا، وثائق الاتصال شغالي حقيقه ما ممكن كمان. بس مش كل مرشح لازم اليوم هو من ميلته ومن مناصرينه انه اقله يعني يشتغل عليهم انه ممنوع اطلاق النار طبعاً. لا بالربح طبعاً. ولا باي من المناسبات، لانه نحن في مناسبات كلها يعني. حتى المفرقعات ما بحبها لانه بتذكرنا باصوات الرصاص يلي كان اليم. فاليوم بيقدر الواحد يعبر عن فرحته بطريقه ثانيه، بموسيقى، بسيارات، ما بعرف. بس هي قصه الرصاص والمفرقعات وتخويف الاولاد والمخاطره بحياه العالم طبعا مرفوضه جدا ان شاء الله. يعني اذا كان الحظ لحليفكم بالجوله المقبله نهار الاحد انه اقله ما يصير في قواس. يعني نحن من عنا اكيد ما بيقوصوا، لانه بيعرفوا انه من الاساس لولا بدنا ندخل بقصص الرصاص لما كان في جولات كنا دخلنا فيها، كنا عملنا مجموعات. كل اهل طرابلس بيعرفوا انه اذا مرشح انا اليوم هو تنخلص من عمليه الماتريس اللي حطوا لنا اياها، وتنخلص من عمليه الرصاص اللي بالاخر الكل دفع ثمنها ورجعت طرابلس لورا 100 سنه. يعني هون نرجع على سؤال مقدمي، شو اللي بخلي نائب سابق مثل مصباح الاحداب عنده حيثيه بطرابلس وحيثيه شعبيه انه ينزل ليخوض استحقاق بلدي؟ هلا انا اعتبرت انه المعركه كثير حاميه بطرابلس وما ممكن انه تنخاض غير ما تكون انت على راس هذه اللائحه. يعني انا من شهرين حاولت انه نتوجه لكل السياسيين بالقول انه في استحقاقات. يمكن انتم عم بتقولوا انه ما عم تقدروا تعملوا شيء من السلطه المركزيه ببيروت، يمكن مضغوط عليكم، هن بيقولوا ضغط عليهم ساعه حزب الله ساعه ما بعرفين. طب مين ضغط علينا بطرابلس سنقدر نلاقي حلول؟ ومدينا ايدنا للجميع وقلنا انه بالاخر في واقع اليوم بلديه طرابلس بحاجه لتوظيف. بعطيكي مثل، لما بنحكى بالشرطه البلديه في عندك 800 الملاك تقريبا 800 معمول بالستينات، عمليا في 140 شرطي بلدي. طيب يعني بحاجه اذا بدك تعبي الملاك تبع الستينات تحطي لك شيء 600 700 واحد. ولاد طرابلس بحاجة يشتغلوا، بس ما حدا عم بيشغلوا، وكأنه طرابلس مفروض أنه تبقى بؤرة ولاده يتراجعوا لورا. فاليوم لما لقيت أنه ما في تجاوب، وأنا ماني متفاجئ ما في تجاوب، بتعرفي يعني أنه بالآخر مرقت 21 جولة عنف ولا مرة دعوني على لقاء، ما معناتها تعطلنا. فنحن مدينا إيدنا، بس لما لقينا ما في تجاوب قلنا ما ممكن نخلي المعمعة تصير مجددا، لأنه بينت المعمعة. فكل السحقات هيك ما في شيء جديد. يعني اليوم في شيء مقرف على الساحة السياسية، ولكن كل إصحاء بيصير بهالطريقة. تلاقي بيعدوا بمواقع، بيعملوا تداولات سرية بين بعضهم بأمور بتطلع العالم الناس ما معها خبر، وبتطلع بالآخر بيقولوا لك توافقنا. اللي بتوافق على مشروع، توافق شو بده يعمل، ولكن لما بيكونوا اتفقوا بلا ما يكون في مشروع واضح معناتها محاصصة. ولما طلعت اللوائح بينت مع الأسف في عندك أسماء جدا مرتبة، مثل كل مرة بيصير نفس الشيء بطرابلس، من عيال طرابلس، من النقابات، من اسماء جدا مرتبه انطرحت واحترقت وانشالت وانحطت، وهيدا حطوه على جنب وهيدا كذا، ورجعت بين بالاخر كل واحد منهم حصه مين. فهيدي كل مره بتصير. طب بالاخر هو تحالفات بدها تصير، يعني في تحالفات، يعني البعض يعتبر انه تحديدا اذا بدنا نحكي اليوم باللائحه المدعومه من الاحزاب بطرابلس انه اعتبروا انه جيد انه تيار المستقبل اعترف بانه في اخرين وما بقى في احاديه بقياده الطائفه السنيه مثل ما كان يعتبر سابقا. وهذا الامر بين بالبقاع الغربي مع الوزير السابق عبد الرحيم راد، بين بصيدا مع الجماعه الاسلاميه، بين ببيروت بتحالف الكل تقريبا بلائحه البيرت، واليوم بطرابلس بين، خصوصا انه في خصومه حاده كانت بين مئات الحريري. الخصومة مستمرة، بكرة إذا بدها تنعمل حكومة
واثنين مرشحين على رئاسة الحكومة بده يصير في مشكلة. بس إني وقت الاستحقاق بيضبوا على بعض. أهل طرابلس بيتذكروا كل جولة عنف كان وقتها عاملين يوم الغضب واستفاق المارد السني ويوم الغضب وما بدهم إياه للميقاطي، وبنفس الوقت كانوا يقعدوا مع الميقاطي النواب تصوري المظاهرة تحت ويرجعوا يطلعوا يقعدوا معه، اتفقنا بضرب بيد من حديد، بيقول لك توافقنا مع الإخوة النواب. يعني بيتوافقوا وقت الحشرة ووقت المحاصصة، بيرجعوا بعدين بيختلفوا على الحصص وعلى المصالح. هلا هون طبعا نحن كولاد طرابلس غير معنيين، نحن جربنا نقول لهم يا عمي هيدي فيها البلدية مقدرات، وفي عنا ناس وضع المالي عم بيتراجع، وضع الاجتماعي عم بيتراجع، موجودة بالسجون اليوم، عم مرقت كل قصة البلديات، ما حدا نفكر بوضع الشباب اللي طلعوا من السجون اللي تورطوا، ما لأنه حملوا سلاح عند داعش، حملوا سلاح عند أحد الفريقين يلي تداولوا على السلطة بمدينة طرابلس. طيب أنت لما بتكوني تابعة على رئيس حكومة بيرجع بعدين أنه والله فات على الحبس لأنه تبين أنه طلعت وثيقة اتصال عليه ومصورينه حامل بارودة واتهموه بالإرهاب وصار عليه سجل عدلي، طيب شو تخربوا له بيته للزلمة؟ هيدي بطريقة مستمرة عم بتصير، وكأنه ما في مشكلة يجب أن يعالج. نحن ولاد طرابلس نعرف أنه بحاجة نعالج مشاكل إذا بدنا فعليا نخلص من أنه طرابلس بس تبقى بقرة. هؤلاء الأشخاص اللي حضرتك دائما تتحدث عنه، نحن نحكي عن ملف معروف بملف الإسلاميين في طرابلس، أو من اتهموا يعني مثل دوغما، يعني إذا بدنا نقول توحيد تهمة الإرهاب على أكثر من شخص وشاب، مثل ما عم تقول منهم من حمل السلاح، منهم من آوى مسلحين، يعني بحسب التوصيفات. بس اليوم في حدا عم بشاطرك بهيدي الشعبية عند الشارع الإسلاميين، هو الوزير السابق أو الوزير الشريف المستقيل. يا ستي الموضوع منا قصة الكسب شعبية بالتصاريح، اليوم في أمور لازم تنعمل، مشان هيك أنا قررت أترشح على البلدية على الأقل تنقول شو لازم ينعمل. يعني بالآخر أولاد طرابلس ممكن يوصلوا بس على الانتخابات يندفع حقهم يرجعوا ينكبوا. عم يندفع مصاري بطرابلس؟ طبيعي بياخذوا مثل كل مره، يعني بياخذوا المندوبين، ما اندفع شيء قبل. هلا هي الفكره عبر المندوبين، والمندوب بده يكون عنده عائله، يعني ما بيعتبروا مضطرين ابدا يشرحوا له لابن طرابلس شو فيه، بيجوا بيجيشوا بالتصريح، ولكن بالاخر بتصير في عندك هيك شرخ مسبات وبين فريق وهيدا ضد هيدا وهيدا بحرطقه هيدا، تقطع الانتخابات بنلاقي حالنا بعدنا محلنا. اليوم اللي عم نجرب نعمله نحن انه ابن طرابلس يطلع بعد هالانتخابات مثله مثل اي مواطن لبناني اخر. يعني حزب الله ضامن عشرات الاف الشباب بصناديق تعاضد، البلديات كمان، بطريركية المارونية كمان. طيب ليه ابن طرابلس لازم يتبهدل؟ شو بتقدر تعمل بلدية صحيح؟ شو بتقدر تعمل بلدية بوضع عم نحكي بطرابلس؟ يعني طرابلس هي تعتبر من فيها من اكثر الاحياء والمناطق فقرا، مش بلبنان، مش فقط بلبنان، يعني بحكي بالمتوسط. فاليوم شو بتقدر بلدية تعمل بهذا الموضوع، ولا هي فقط عناوين لاستقطاب ناخبين؟ لا يا ستي طبعا لولا كانت عناوين منا بحاجة، أنا نازل على البلدية تنقدر نشتغل. لأنه صار في وضوح أنه في عدم رغبة لدى السياسيين اللي موجودين بطرابلس تأمين أي شيء لطرابلس عبر السلطة المركزية، وبدهم يحطوا إيدهم على البلدية للمحاصصة. أول شيء بلدية طرابلس عندها إمكانيات مالية كبيرة، وتاني شيء عندها إمكانيات كمان قانونية كبيرة، بتقدر تاخد قرارات بتحل مشاكل الاجتماعية تبع أهل طرابلس. صندوق تعاضد بلدية رحبة عاملة صندوق تعاضد، ليه بلدية طرابلس ما بتعمل؟ عملنا لها دراسة تبين أنه بتكلف 200 دولار على الشخص على مدى سنة كاملة، واللي بيشتغل بتدفع إياهم. هيدي من ناحية. صندوق تعاضد ما يكون شو يعني إذا بدك تشرحه يعني للعالم؟ بطاقة يعني تأمين، بيحمل بطاقة تأمين إذا جد عليه، اللي هو لغير المضمونين عادة، غير المضمونين أو في منهم حتى يطلعوا الفرق تبع الضمان. على فكرة طرابلس ما مع هالزعامات الكبرى كلها سوا والوزراء المهمين، ما حدا منهم قدر يجيب موظف للضمان الاجتماعي، والمعامله بطرابلس بدها سنتين، بحين مناطق تانية بتنعمل باسبوعين. مزبوط. وجايين رغم هيدا وكله بده يحطوا ايدهم على طرابلس لانه بدهم ياخذوا حصص لالهم، وعازمين من برا ناس بيتفقوا معهم مفوتينهم يعني كمان تاخذوا حصص. مين يعني؟ يعني ولو لما شفنا مثلا الوضع المسيحيين بطرابلس، طيب انه معقوله يكون فريق سياسي او احزاب سياسيه
العونية وفرنجية وروبير فاضل اتفقوا انه هيدولي هن ومرقون على كل اللوائح، وبيرجع اشرف ريفي بيقول لك نحن ما عندنا مين حنعمل هيدا ونترك محل الحفاظ على العائلات الروحية، وانه لانه طرابلس السني ما رح ينتخبوا مسيحيين فمرقون عند الكل. هيدا كلام عيب يعني، لانه بالاخر نحن بنعتبر المسيحيين شركاء لنا، من شركاء من قبل ما تطلع الاحزاب كلها سوا، العلويين شركاء قبل ما تطلع الاحزاب كلها سوا. فاليوم لما بدك تجي تقولي انه بدنا نجي نفرضه من برا تياخد حصه المسيحيين، اكيد ما حدا حينتخبه. اما لما بيكون شريك وبده يشارك بنهضه طرابلس، هيدا محله الطبيعي. فاليوم اداره الامور كلياتها باتجاه ابقاء طرابلس على اساس انه بؤره، بلا ما يحاولوا انه ينهضوا باهل طرابلس. بس ارجع لك على قصه الصناديق، صندوق التعاضد، صندوق التعاضد. فاليوم هيدي بطاقه بيحملها كل مواطن منو مغطى بطرق تانية، اذا جد عليه شيء صحي بلا ما يروح يتبهدل على ابواب النواب والوزراء والمسؤولين، بيروح على المستشفى معزز مكرم وبيطلع، مثل ما عم نقول مثل بسويسرا، عم نقول مثل بالضاحيه، مثل بكسروان، مثل بعكار. طيب ليش ابن طرابلس ما يطلع له؟ انه ما انت ما ضروري يطلع لك، في مليارديريه اذا بدك شيء بتروح بتشحط. عملنا شحاطين. طرابلس عنده امكانيات واهل طرابلس ما بيتوسلوا لحدا، ما المفروض يتوسلوا لحدا، حرمون من كل شيء. انت قلتي افقر مدينه على بحر الابيض المتوسط، صارت افقر مدينه على بحر الابيض المتوسط بوجود اكبر رؤوس اموال داروا البلد من 10 سنين لليوم. هن اللي فقروها لطرابلس. ليش هن اللي فقروها؟ يقال انه الظروف هي اللي حكمت بهذا. الظروف لما الواحد بيكون بموقع القياده ما المفروض يخليها تصير. اليوم هلا نحن بنسال، هلا في عندك شو الظروف اللي موجوده قدامنا؟ في عندك انتخابات بلديه، قادرين اذا مضغوط عليهم من حزب الله ببيروت مثل ما بيقولوا قادرين بالتطرابلسيه. طيب نحن شو بدنا نعمل بهدول الشباب اللي موجودين اذا بدنا نرجع نعمل لهم اعاده استيعاب بقلب الدوله؟ شو بدنا نعمل نحن بالوضع الـ 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 بالبؤر الامنيه اذا ما بتخلقي وظائف؟ هالوظائف عبر البلديه هي بس مشان حتى تعمل انطلاقه، ولكن بعدين الوظائف الحقيقيه بتنخلق من الحركه اللي بتصير بالمدينه. بس عايز اقول لكم انكم عم تستوعبوا الميليشيات ضمن البلديه، مثل ما سابقا تم استيعاب الميليشيات ضمن مؤسسات الدوله الامنيه. يعني عم نحكي انا عم بستوعب الاولاد يلي ورطوهم السياسيين، ما عندنا ميليشيات. مقتنع انهم هن ورطوهم، ليش غيرهم ما تورط؟ مش كل طرابلس حمل سلاح العالم، مش في ناس بدها تكون دائما تبرر انه انا حملت سلاح لانه محروم او ما عندنا امكانيات، بوقت انه الحرمان هو على كل المنطقه. في ناس بتروح تنجر على العنف، في ناس ما بتنجر على العنف. في يعني عم نحكي بكل المناطق بلبنان، يعني مثلا تبرير للبعض من يعتبروا بالخارجين عن القانون بالبقاع، تنقول كمان ذات شيء انه الدوله نسيتنا. طب ما الدوله نسيت كل، بس في ناس الوضع بتضعف. ما عم نقول الدوله نسيتنا بطرابلس، في شيء متعمد لتحويل طرابلس الى بؤره امنيه من 10 سنين لليوم. بتحدى حدا يقول لك نحط مشروع مين مسؤول عنا؟ الكل مسؤول، لانه بتحدى حدا يقول لك انه نحط مشروع بطرابلس غير تسلح. هيدا اللي محروم بيحمل بارودي ب 5000 دولار وما معه بطاقه اذا انجرح يتطبب، يعني مشكله. بعدين برجع بقول لك القيادات الكبرى اللي تناوبت على السلطه هي اللي حملت مبويريت. نحن لما طلع السوري من لبنان او المخابرات السوريه من لبنان كنا على ساحه الشهداء، عم نقول بدنا لبنان اولا وبدنا نرجع نعيش بكرامه. شو عملوا؟ عملوا الافواج، حملوهم سلاح ورجعوا بعد 10 سنين ورطوهم بمعارك وصورون، قالوا لهم عيب شو محملين سلاح، فاذا انتم ارهابيه، فاذا كان معه حق النظام السوري انكم انتم بيئه قابله للتكفير، وحطوهم بالسجون ومستمره القصه. طيب بدك كيف نلاقي لها حل؟ ما بدنا نلاقي لها حل، بدك تلاقي لهم شغل. مين عندك من اللائحه يعتبر ممثل لهذه الشريحه؟ يا ستي اللي في باللائحه كتار من الممثلين، ولكن في باللائحه شاب اسمه عماد مسلم. هيدا الشاب شغلته موارد بشريه، لانه شاغل 12 سنه باهم شركات بالخارج، شركات كبيره يعني. فاليوم هو اللي راح يدير هذا الموضوع، نحن جربنا نعمل فريق يشتغل يعني. وصفت لائحتكم بانها لائحه التكنوقراط. لا، في نحن فريق تكنوقراط، مزبوط.
في فريق تكنوكرات ولكن من ولاد طرابلس يلي بيحبوا طرابلس بدون يشتغلوا، وفي عندك كمان تجار بالسوق، وفي عندك شخص مسؤول عن نوادي شعبية للفوتبول، في عندك صيدلية صيادلة. في ناس من خلفيات متغيرة. ليه ما قدرت؟ ولكن كنت قبل قايل انه انا رح يكون في حصة للمرأة وليس كوتا نسائية. صحيح. ما قدرت بالاخر يعني وصلت انه مرشحه. هلا قبل كل شيء انا بدي اوجه تحيه لكل اللي موجودين معنا وبقيوا معنا، لا انت بتعرفي كيف بيشتغلوا بالضغوطات ومضغوطات والى اخره، ولكن الحمد لله فريق متماسك. في معنا محاميه اساسا هي كانت عم بتتابع كل القانون البلدي، ونحن بالفعل يعني كنا بنتمنى انه يكون في اكثر. نحن كنا عم نحاول يكون في ثلث المرشحين سيدات. هلا بتعرفي انت كمان كيف الضغط بيصير يمين وشمال بكل الامكانات. يعني هلا بعض المرشحين لما بيقولوا لهم تعال ترشح معنا بنعطيك 400 مندوب، يعني اريح من انه يجي ترشح بمحل كل بده يقوس عليه. ولكن عمليا نحن عندنا مهمه واضحه، فرق بين انه تقطع الانتخابات وتفوت الدنيا ببعضها ونطلع ما عملنا شيء، فرق بين انه تقطع الانتخابات نكون أمنا وظائف وأمنا بطاقات تأمين، خلينا نقول أوضح، لكل الناس اللي ما أنا مغطاية بطرابلس عبر بلديته مع كل الطريقة الإمكانات اللي ممكن تنعمل. بس هيدي وعود انتخابية ولا لا؟ هيدي ممكن إذا على المحك يجربونا نحن. طيب بس ما هني يعني بعد أقول إنه جربنا الكل، والكل بتكون بعناوينهم كتير كبيرة. لا ما جربوا حدا، جربوا الكل يلي عم بيرجعوا ويشتروا عن أول وجديد، اللي صارت معروفة كيف بيشتغلوا. يا ستي أنا ليش بدي أعمل رئيس بلدي إذا الله بيريد؟ لأنه بالمجلس النيابي أول شيء أنت شايفة كيف صار، ما قادرين تخبوا رئيس جمهورية، ما قادرين يشرعوا، يعني برأيي صار من المجلس النيابي مسخرة صراحة. تاني شيء إذا الواحد كان بالمجلس النيابي وحكى مين بده ينفذ؟ السلطة التنفيذية، مزبوط، هالوزارات لما قالوا لهم طلعت ريحتكم معهم حق، فارت العملية. طرابلس هيدي سلطة تنفيذية، يعني بيقدر الواحد يحطك على المحك يقولوا أنت وعدنا بكذا ورجينا شو عم تعمل. السؤال التانيين شو وعدين؟ يعني أنت لما بتلاقي قوى سياسية كبرى بتقول نحن بدنا ننقي رئيس ونحن بدنا ننقي أعضاء ونحن بدنا نخوض الانتخابات ومننا نمولهم تقدروا يربحوا، تبع أي أساس؟ بيقولوا لك ما ضروري على أي أساس، ما في زوم ولاد طرابلس على كل حال هدول مش بندفع لهم حقه النهاردة. وإذا واحد مرض بعد أسبوع بيقولوا له سوري دفعين حقك مسكرنا هلا. نحن هيدا اللي عم نقول لازم نطلع منه. بالمقابل بتلاقي كمان في عندك معركة وكأنه معركة أحجام، الريفي بده يورجي إنه هو والله أهم من سعد الحريري شعبيا، وسعد الحريري أهم من ميقاتي. شو خصنا نحن كولاد طرابلس؟ نحن اللي بيهمنا. بس انتوا اليوم دخلتوا يعني بهدف الخرق ولا بهدف الربح؟ نحن ما بنعتبر حالنا طرابلس وحده. انا لما بكون عندي لائحه مسكره 24 بقول لك نحن بنخرق او ما بنخرق. نحن عملنا فريق 18 مشان حتى هالفريق بكل صراحه في من بيناته التكنوكرات مثل ما قلت لك، نحن تقريبا 12 ومدين ايدنا للمجتمع المدني اللي بينتخبنا بحال وصلنا، وتركين محل للمسيحيين يلي على اللائحه الثانيه. ما يعني كيف ما رشحتوا؟ لا بقول لك ليه؟ ليه؟ لانه نحن كنا على كلام مع المسيحيين، فاليوم في مسيحيين ترشحوا رغم الضغوطات اللي انعملت. رحنا ردنا ما نفرط يعني الاصوات، نترك مجال للمسيحيين اللي نزلوا مقابل هوليك وين ما كانوا يكونوا موجودين، لانه اليوم في حرب بين مشروع ولا مشروع. وفي عندك ناس عم بتجرب تضيع الطاسه ويخشوا يعملوا شرخ بين العالم ومعارك ما نب محلها. فنحن ردنا نترك مجال حتى ما يكون نزل معنا ناس، الناس اللي كنا نحن عم نحكي معهم كانوا اول شيء مضغوط عليهم انه يا عمي انتبهوا ما تطلعوا انتم مسؤولين عن قسم المسيحيين، رجعوا بعدين انه ما في مانع، بس درسناها نحن وياهم والأين أفضل أنه ما نشتت الأصوات مقابل المرشحين التانيين. لأنه لما بيحطوا ثلاثة على لائحة وبيفرضوها سياسيين والمراجع الروحية وما بعرف شو، تمتوا وين حطينهم؟ حطينهم على لائحة بدها تشقف بعضها، هلأ اتفقوا قياداتها وإسا ما عرفوا الناس على أي أساس، والشارع سمى لحم على بعضه، معناتها أنتم ما بدكم مسيحيين يطلعوا. خليني أتابع معك بأكيد عنوان طرابلس هو العنوان الأساس، لكن اسمح لي أنه ننتقل لزميلتي كلارا جحا وما اخترته لنا من الصحف. أكيد كلارا كمان محضرة شيء عن طرابلس. إليك كلارا.
شكرا لك نانسي. معلومات عديدة في الصحف اليوم كانت انتخابية وأيضا سياسية نتوقف عندها. نبدأ من الأخبار التي كتبت تحديدا أمال خليل، واخترنا مقطع صغير له علاقة بصيدا ونتائج صيدا تحديدا. آل الحريري يفوزون بصيدا ويتراجعون، تقول في مقتطف من مقالها أمال خليل: الشيخ عمار رئيس اللائحة التي تقصد تجاهلها مختلف الأفرقاء السياسيين والقوى الأمنية على السواء، نال في 70 صندوقا حوالي 1800 صوت، في حين نال العضو التاسع في اللائحة 1400 صوت. فما الذي ينتظر المستقبل السياسي في بوابة الجنوب بعدما فرضت الانتخابات البلدية حاملي مواقف الحالة الأسيرية ومناصري الثورة السورية والناقمين على حزب الله والمصوبين على سرايا المقاومة وصنعت لهم حيثية ملموسة؟ أيضا كتبت الأخبار عن نكسة لبري في حارة صيدا، تقول: منذ انتخابات عام 98 في حارة صيدا يقترن اسم سميح الزين بالبلدية. أبو مشهور ملهم الحركيين في عرين حركة أمل في قضاء الزهراني، زعيم شعبي يؤازره شقيقه المختار مصطفى الزين. عندما حان موعد تشكيل البلدية الحالية جددت أمل الوعد لأبو مشهور قبل أن تغير رأيها وتعد شقيقه مصطفى الذي ترشح للبلدية. ظن مصطفى بأنه سيكون رئيس لائحة التوافق، تسبب بشرخ بينه وبين شقيقه. المصالحة تمت بينهما عندما تخلت أمل عنهما واختارت عضو البلدية المستقيل حسن فضل صالح رئيسا للائحتها. الشقيقان اتحدا ضد استبعادهما وشكلا لائحة احتدمت المواجهة ورفعت نسبة الأصوات إلى 65% وصدرت النتائج. وفي النهاية رغم أن الزين فاز الزين ورغم أنه أهدى فوزه إلى الرئيس نبيه بري، إلا أن النتيجة تعد نكسة لرئيس المجلس النيابي لما لحارة صيدا من رمزية في منطقة الزهراني جعلتها تعد معقل حركة أمل. أيضا كتبت ليا الأزي عن جزين، واخترنا مقطع صغير: تخطى جنرال الرابية الأعراف التقليدية بأن يكون خليف أي نائب راحل إما من العائلة نفسها أو المنطقة عينها، كما أنه لعب بين الفخاخ التي تنتج من الصراعات الحزبية والعائلية الموجودة في هذا القضاء الجنوبي ووأد الخلافات العونية خصوصا بين النائب زياد أسود ورئيس اتحاد بلدية جزين المنتهية ولايته خليل حرفوش، ولو أنها بقيت جمرا تحت الرماد. اختبر الثنائية المستحدثة بينه وبين القوات، ولو أنه أصلا لم يكن بحاجة إلى أي قوى إضافية لتثبيت زعامته الجزينية. لقاء مع راب، تقول ليا الأزي، قد يرتب عليه تنازلات في الانتخابات النيابية المقبلة، إلا أن هذا الحديث لا يزال مؤجلا بعض الشيء. الأمر اللافت أيضا كان حصول أبو زيد على 20% من الأصوات في بلدة بنويتي ذات الأغلبية الموالية لتيار المستقبل، وهذا إن دل على شيء فهو النقمة المتزايدة على تيار المستقبل في المدينة والقرى النائية. إلى البلد التي كتب فيها الياس قطار: بصمتان لجزين في معركة ثلاثية الأبعاد، الكل عندهم بصمة واحدة وجزين عندها بصمتين. عبارة تختصر المشهدية الجزينية في أحداها أو في أحدها عفوا الحامي، الإبهام الأيسر ملطخ بحبر البلدية والاختيارية، والإبهام الأيمن ملطخ بحبر النيابية الفرعية. أكثر من 58 ألف ناخب مسجلين على لوائح الشطب في قطاع جزين، اقترع ما يربو على نصفهم أمس 3 مرات. لم تنم جزين مركز القضاء ولا القيمون على الماكينات الانتخابية للائحتين البلديتين اللتين تلصص الاستحقاق النيابي عليهما، فأخمد أضواءهما قبل أن يعيدهما إليهما مع إعلان فوز أبو زيد واحتفال التيار في حضور رئيسه جبران باسيل. أيا يكن، يبقى الأكيد أن التمديد تهاوى على أعتاب سيدة المعبور، فما عاد له مطرح في البرلمان بعدما أكملت جزين عديد مجلس النواب وأسقطت معه كل الذرائع لتفتتح معركة الانتخابات النيابية وقبلها القانون العادل. من البلد إلى السفير، حيث كتبت عن جزين ملاك عقيل، تقول: نزل التيار على الأرض في جزين لكن هذه المرة حاملا أعلام القوات، أما معراب فقد سحبت الصلبان المشطوبة وأبقت على أعلام الصدم وشعار حيث لا يجرؤ الآخرون لتأمين التوازن بين دعمها الحليف والتمسك بعدة شغل شد العصب القواتي. لكن معركة الشريكين في الانتخابات البلدية الكتف على الكتف لم تنجو المدينة من مواجهة دلت وقائعها يومها الساخن
الساخن أو وقائع يومها الساخن من أوله إلى آخره على أنها كانت على المنخار. في العلن ترك حزب الكتائب الحرية لناخبيه، لكن على الأرض تحرر من التزاماته ومرر كلمة السر لمناصريه بالتصويت للائحة المدعومة من سمير عزار ونجله إبراهيم عزار والقومي وفوز الأسمر. وكان تأفف مؤيدي التيار والقوات من الكتائب واضحا، وعدونا بتصويت حر فإذا بهم يقفون إلى جانب نبيه بري بوجه التوافق المسيحي. هذا نقلا عن الكتائب نقلا عن التيار والقوات. مكمن الخطر الأكبر لم يتجلى فقط في الهاجس من عدم تسجيل سكار الاقتراع نفسه في العام 2010، والذي استدعى أمس إطلاق نداءات شخصية من عون وجعجع، أو في هجرة جزء من العائلات من لائحة التوافق المسيحي، أو في عدم التزام القوات، بل ترجم في انتقال عدوى التصادم العوني إلى جزين، حيث بقيت الأعصاب مشدودة طوال أمس من انتقام آل الحلو المقربين بمعظمهم من جو التيار، وذلك بسبب رفض الرابية السير بخيارهم والإصرار على التمسك بخليل حرفوش لرئاسة البلدية، إضافة على المآخذ على الأداء البلدي وأيضا إلى عدم احترام كلمة العائلات. ننتقل إلى اللواء وفي الموضوع السياسي، وما كتبه صلاح سلام اليوم: الرسالة السعودية الجديدة هل يتلقفها اللبنانيون؟ لبنان في بيت المملكة هو العنوان المعبر بواقعية وموضوعية عن نجاح جهود السفير السعودي علي عواد عسيري في جمع كل القيادات السياسية والاقتصادية والحزبية والمرجعيات الروحية في منزله مساء يوم الجمعة الماضي. يمكن اختصار أهم بنود الدعم السعودي الجديد للبنان بأهم النقاط التي وردت في خطاب سفير المملكة على النحو التالي: أولا، المملكة لم ولن تترك لبنان، وهي طالما وقفت إلى جانبه في الأزمات والملمات، ولكن وفي الوقت نفسه لابد للبنان أن يكون وافيا لعلاقاته الأخوية مع المملكة ومنسجما مع نفسه ومع التزامات انتمائه العربي، ويواجه المخططات والمشاريع التي تحاول سلخه عن المحيط العربي وربطه بمحاور وصراعات تلحق أفدح الأضرار بمصالح لبنان واللبنانيين على جميع المستويات الوطنية والاقتصادية والاجتماعية. ثانيا، يقول صلاح سلام أن الأشقاء العرب وفي طليعتهم أبناء المملكة العربية السعودية يتطلعون إلى العودة للبنان والمجيء والإقامة والاستثمار فيه. ثالثا، لا يجوز استمرار الشغور الرئاسي وهو على أبواب دخول عامه الثالث، والذي يهدد الدولة والمؤسسات في الوصول إلى حافة الهاوية، ولا بد من مساعا جدية لتقريب وجهات النظر وتضييق شقة الخلافات. رابعا، دعوة الزعماء اللبنانيين لإنهاء القطيعة بين بعضهم والخوض في حوار جدي ومخلص للتوافق على خطة إنقاذية للبلد الذي يتخبط بكم من المشاكل الاجتماعية والأزمات الاقتصادية بسبب هذا الشلل في مؤسسات الدولة، وذلك نتيجة الفراغ الرئاسي وتعطيل المؤسسات الدستورية. أما خامسا، يقول صلاح سلام: توظيف نجاح أجراء الانتخابات البلدية بكل رقي وديمقراطية واعتبارها خطوة في اتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية ثم النيابية. ونختم مع الجمهورية، وكتب جوني منير عن لبنان وأيضا المنطقة وارتباط سوريا بلبنان: انفراج قد يأتي بعد انفجار. في مقتطفات مما كتبه جوني منير في الجمهورية: نتيجة تهديدات داعش وضعت الحكومات الأوروبية أجهزتها في أشد حالات الاستنفار، فبعد حادثة إسقاط الطائرة المصرية والعمل الجاري لتحديد كيفية حصول العملية، عاودت المخابرات الفرنسية مسح المطار وسحبت كل عمال نقل الحقائب واستبدلتهم بآخرين وباشرت التحقيق معهم وعلى أساس إعادة توظيف الموثوق منهم بعد إجراء الاستقصاءات اللازمة. لبنان بدوره لن يكون في منأى من هذه الفوضى الأمنية، فإذا كان هدف داعش تشتيت قوة الضغط الدولي وحماية دولته من خلال ضرب المجتمعات البعيدة، فإن الساحة اللبنانية تشكل عامل جذب في هذا الإطار. وقد أبلغ مسؤولون أمنيون غربيون إلى نظرائهم اللبنانيين المخاطر التي من المحتمل أن يشهدها لبنان، ما يعني أن احتمالات تعرض لبنان لتفجيرات انتحارية هي احتمالات جدية. صحيح أن الأجهزة الأمنية اللبنانية نجحت في الفترة الماضية في تأمين حماية الاستقرار عبر اعتقال المشتبه فيهم وتفكيك خلايا نائمة، لكن
لكن في المقابل كان داعش يضع في أولوية برنامجه تحضير مزيد من الخلايا وتجنيد مزيد من الانتحاريين في انتظار ساعة الصفر، وهذا معناه أن لبنان أمام تحد أمني جديد. لكن هذه الصورة المقلقة على قساوتها لا تعبر فعليا عن المرحلة المقبلة، فكما ذكرنا سابقا واشنطن متفاهمة مع موسكو على وجوب إنجاز تفاهم ولو على أسس التسوية السلمية في سوريا قبل رحيل أوباما، ولو أدى ذلك إلى ترك التفاصيل لاستكمال مجمل التسوية للإدارة الأمريكية المقبلة. بهذا نأتي إلى ختام جولتنا على الصحف لهذا اليوم. فاصل إعلاني قصير نتابع بعده الحدث مع نانسي السبع. مشاهدينا برحب فيكم مجددا، وقبل متابعة حوارنا ننتقل مباشرة إلى زميلتي رشال كرم التي ما زالت في صيدا وتتابع صبيحة اليوم الأول بعد الانتخابات البلدية. صباح الخير رشال. صباح الخير لك نانسي، صباح الخير أيضا لضيفك، صباح الخير للمشاهدين. أهلا وسهلا رشال، يعطيك العافية. بداية من صيدا الأجواء اليوم وأكيد يعني عن كل كرة القضاء، كيف رصد نتائج الانتخابات حتى الساعة؟ صيدا طبعا بعد كل يوم انتخابات نانسي، يعني أو اليوم الاثنين، تعود الأمور إلى طبيعتها وتعود الأمور إلى هدوئها، وتحديدا أن يوم الانتخابي في صيدا كان فعلا هادئا أمنيا بعكس ما كانت بعض التوقعات تشير، وبعكس ما كان أو خوف الأمنيين وتحديدا المسؤولين في منطقة صيدا من أن يحدث بعض التوترات على الأرض في صيدا، إنما الأمور ذهبت بشكل إيجابي جدا، والصيدويون يعني كشفوا عن أنهم يريدون فعلا أن تمر الأمور بخير، أن تكون الأمور بشكل ديمقراطي، وهذا ما دلت عليه الأرقام وما دلت عليه أيضا نسبة الاقتراع، وإن كان البعض اعتبرها منخفضة مقارنة بالعام 2010 حيث كانت 55%، إلا أن بالأمس وصلت إلى 44.5%، أي تقريبا 10% هذا الفارق. طبعا عندما تحدث بالنسبة الاقتراع هناك انخفاض، ولكن نسبة المقترعين تقريبا هي نفسها، تقريبا 28,000 27,000 شخص من صيدا توجه إلى مراكز الاقتراع. إن كنا نتحدث عن الهدوء فعلا الآن مثلا في صيدا تمطر، بدأت تمطر الأمطار، وهذا ما يمكن أن يكون أنها صفحة جديدة تطوى في انتخابات صيدا وفي يوميات صيدا، بحكم أن الصيدويون عادوا. سوف أطلب فقط من المصور سعد عياد أن يكون جولة سريعة، عاد الناس إلى أعمالهم، عادت الأمور إلى طبيعتها، وإن كانت الأرقام، وإن كنا نتحدث في الانتخابات هي الأرقام المفترض أن تتحدث. النتائج الأخيرة نانسي التي حصلنا عليها بالأمس من الماكينات الانتخابية، أن رئيس بلدي الحالي محمد السعودي حصل على 15,436، بينما الأخير في اللائحة وهو الرقم 21 حصل على 13,992، أي بفارق 1,444 صوت داخل اللائحة الواحدة. هذا الفارق عام 2010 نانسي كان فقط 692، بمعنى آخر بأن هناك تقريبا 800 شخص إضافيين كان هناك تشطيب، يعني عندما كنا نتحدث بالأمس عن فقط 690 صوت فارق داخل اللائحة الواحدة كنا نتحدث عدم تشطيب، أما اليوم 1,444 أي كان هناك نوع من التشطيب أو أقله كان موجود بعض الإضافات. هذا ما كنا نتحدث به بالأمس عن اللائحة الثالثة التي كانت من المرجح أو من الأكيد أن قد كسبت بعض الأصوات داخل اللائحة الأولى وهي لائحة الماء صيدا. أما الخاسرين وهي لائحة دكتور أسامة سعد فرئيسها بلال شعبان حصل على 8,195، بينما الأخير في اللائحة الخاسرة حصل على 7,764، أي كان فارق فقط 431 صوت داخل اللائحة الواحدة، ما يشير إلى الترابط داخل اللائحة الواحدة، ولم يكن هناك تشطيب داخل لائحة الدكتور أسامة سعد التنظيم الناصري. إشارة في هذا الموضوع وهو ما كنا دائما نتحدث عنه بالأمس، الفارق بين 2010 وبين 2016، أن الأخير في لائحة الفائزين الذي حصل إذن على 13,992، وبين أول الخاسرين وهو بلال شعبان 8,195، الفارق كان 5,797، يعني تقريبا 6,000 صوت بين آخر الفائزين وأول الخاسرين. هذا الفارق عام 2010 كان 9,500، يعني 3,500 صوت كان هذا الفارق.
لا يمكن أن نقول أنه انخفضت الشعبية أو أن الأمور تغيرت، لأنه أصلاً بحكم الأمور بأن زادت نسبة المقترعين في صيدا، يعني الفرق 3000 صوت نانسي لا يمكن أن يقال أنه انخفضت شعبية آل الحريري أو تيار المستقبل أو الجماعة الإسلامية في صيدا، ولكن يمكن أن يقال بأمور إلى حد ما بقيت على ما هي عليه، وتحديداً إذا ما قرناها بنتائج انتخابات بيروت وهذا الانخفاض الشديد الذي حصل في تيار المستقبل وهذا التقارب بينه وبين اللائحة المنافسة، هذا الموضوع لم تشهد صيدا. وهذا أيضا ما سألناه بالأمس لأمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري عندما سألناه عن إذا ما كان غياب الرئيس سعد الحريري عن لبنان أثر سلبيا على صيدا، فكان جوابه بصريح العبارة بأنه صحيح طبيعي الحال لا يمكن أن نخفي هذا الموضوع أنه أثر، ولكن أكان أحمد الحريري وكان السيد وأكان السيدة بهية الحريري كان لهم المجال أو كان لهم الفضل بأن تبقى شعبية الحريري وتيار المستقبل مستمرة أو أقل مستقرة في مدينة صيدا. هذه الأرقام طبعا بالنشرة المسائية سوف نفصلها أكثر، ولكن إذا انتقلنا إلى منطقة أخرى وهي أيضا حيث كانت حماوة الانتخابات بالأمس أو بالأحرى ننسي صراحة نحن كإعلاميين وحتى كمندوبين كانت الإثارة الإعلامية موجودة في حارة صيدا مقارنة مع المدينة، وكما قلت بأن المتوقع كان أن نشهد بعض المناوشات داخل مدينة صيدا، وإذ بنا نتوجه إلى حارة صيدا حيث كانت فعلا المنافسة داخل البيت الواحد. قد يستغرب المشاهد نانسي عندما تحدث داخل البيت الواحد، ولكن فعلا هذا هو ما حصل بحكم أن حارة صيدا هي حارة معروفة بأنها معقل حركة أمل بالنسبة إلى صيدا، معروفة بأنها أساس الرئيس نبيه بري في حارة صيدا، وإذ بنا نتفاجأ بأن لائحتين الأولى كانت مؤلفة من رئيس بلدية السابق الذي كان طبعا منضوي تحت لواء حركة أمل، إنما كان هناك خلاف حصل بينهم وبين حركة أمل ما استدعى قيادة حركة أمل إلى تشكيل لائحة في وجهه، وكان هنا فعلا المنافسة وكان فعلا هناك الاستغراب أنه آل الزين وتحديدا تحدث عن سميح الزين تحدث عن مصطفى الزين المختار وهم معروفون جدا في حارة صيدا منذ 98 وهم رؤساء للبلدية ومخاتير، وإذ بهم يتفاجؤون بلائحة منافسة لهم من رسمية أو يعني علنية لحركة أمل. هذه المنافسة انتهت لمصلحة رئيس بلدية الحالي وهو كان يعني لا نريد أن نقبر البكار في هذا الموضوع، ولكن أقله كانت نقطة استفهام تجاه حركة أمل، هل فعلا الجمهور أو الناخب هو فقط يتأثر بما تقوله القيادة أو أن الأمور فعلا هناك بعض الشخصيات على الأرض، هناك بعض الفعاليات، هناك بعض الوجود للشخصيات في المناطق وإن كانت أيضا حزبية بإمكانها أن تؤثر في الشارع أكان في حارة صيدا وأكان في مناطق أخرى. هذا المثال ينسحب على كثير من البلدات والمناطق اللبنانية. سميح الزين فاز بالأمس في حارة صيدا طبعا بدعم من المختار مصطفى الزين وهو شقيقه، فازوا كانوا هم رشحوا 9 أشخاص من أصل 15 يريدون الأصبع أن تكون بين أيديهم، لأنه هنا كان الخوف في البلدية السابقة ننسي بأنه تمكن 8 أعضاء من أصل 15 من إقالة هذه البلدية إلا أن تدخل الرئيس نبيه بري وأعاد البلدية إلى حيويتها. لذلك أصروا آل الزين وتحديدا سميح الزين ومصطفى الزين بأن يرشحوا 9 أشخاص لكي يكسبوا أو أن لا يتمكن أي من الأعضاء أن نقول بالعربي أن يفرط البلدية. 9 أعضاء فازوا بها وهم يقولون أنهم فازوا ب13 بحكم أنه باللائحة الأخرى هم داخل بيت الواحد داخل الحزب الواحد أو الحركة الواحدة، فكان هذا الفوز المدوي لسميح الزين في وجه لائحة حركة أمل. وهذا أيضا ما لاحظناه بالأمس في رسالة للزميل رامز القاضي عندما أجرى مقابلة معهم قال له وبصريح العبارة أنا بحط استقالتي بتصرف الرئيس نبيه بري، وكأنها إشارة طبيعة الحال في السياسة وفي داخل البيت الواحد للرئيس نبيه بري على أن ننتظر كيف سوف تتحول الأمور في حارة صيدا. من الأمور بشكل مختصر أيضا بلدية عبرة الكابتن إلي مشنتف كابتن منتخب لبنان وفريق الحكمة فاز أيضا برئاسة البلدية إلى جانب إدغار المشنتف وهم يتقاسمونها في بلدة عبرة 3 سنوات 3 سنوات.
باختصار هذه هي كانت على شرب الصيدا. طبعا سوف يكون باختصار سبنا نشرب ماء من بعد هذه السلة. ولكن الصيدويون يعني فعلا امور عادة الوضوء. الاشخاص الذين تحدثنا معهم طبعا الساعة الثانية عشر الثانية والنصف سوف نتحدث مع اكثر من صيدويين. نحن نحترم البعض خصوصية عندما حتى عندما ناقشنا معهم خلال وقوفنا تحضيرا لهذه الرسالة كان هناك فعلا رضا اقل بغض النظر النتائج بان الامور مرت بشكل سلس بشكل هادئ وبشكل ديمقراطي في صيدا على ان ننتقل الاسبوع المقبل الى الشمال الى حيث مدينة ضيفك بطبيعة الحال. شكرا مسيح. شكرا رشال يعطيك العافية كمان منا أكيد. وشكرا على هذه يعني الصورة التي أعطيتنا إياها عن صيدا وعموم أبرز قرى صيدا ويعني أبرز الرابحين في صيدا. أكيد تهنئة لكل الرابحين. ومثل ما قالت رشال الحلو أنه قطعت الانتخابات على خير وكل الصيدويين رجعوا عايشوا حياتهم مثل ما مفروض بكل المناطق. كنا عم نحكي عن البرنامج بطرابلس. اولا لفتك انه بنتائج صيدا يعني صيدا وحتى عموم كره وبلدات الجنوب كان في لافت انه وان كان الفوز مضمون او تم تجديد الفوز لي سواء الثنائي حزب الله امل في معظم البلدات والكره او لتيار المستقبل في صيدا وحلفائه، لكن اللافت انه الصوت الاخر بيت مسموع يعني مثل ما لاحظنا. يعني انا برايي كمان المهم الواحد يقدر البلديات اللي اشتغلت. يعني في عندك مثلا بلديه صيدا انا بعرف ناس ضد الحريري ولكن انتخبوه لرئيس البلديه لان اشتغل وبيعتبروا انه عمل انجازات. فكمان هيدا المفروض يتقيم بمرحله انتخابات بلديه اكثر من ناحيه سياسيه. بيحاولوا السياسيين دائما يعملوا له يعني اليوم لما عندنا مثلا بتلاقي سياسيين ضبوا على بعضهم حتى يعملوا محاصصه. طيب شو معناتها هيدي؟ معناتها انه هيدي معركه سياسيه فرضينا بده يواجه الواحد بمعركه سياسيه مشان حتى يقدر يوصل الانماء. هيدا نحن عم نشتغل عليه بطرابلس. ليه ما قدرتوا تحضنوا معكم مرشحين من مواطنون ومواطنات في دوله اللي هن واضحين وعم نقول بقولوا نحن بمواجهة لائحة السلطة وبمواجهة أساسا النهج اللي كان معتمد كل هذه الفترة؟ بس ما نحن بالآخر منا فايتين بمعركة مواجهة مع حدا. هيدي القصة، هيدي اللي مريدها تكون واضحة. مشان هيك نحن ما عملنا لائحة كاملة. اعتبرنا أي واحد بينجح مع ميقاتي مع حريري مع صفدي مع ريفي مع مع كلهم مع كرامي وهذا ابن طرابلس فينا نتعامل معه. بس المشكلة بنعرف على أي أساس بدنا نشتغل. يعني اليوم صار في نموذج واضح معطل طرابلس قصد، وبنفس الوقت عبر السلطة المركزية كمان حارمين طرابلس. يعني حولوا طرابلس إلى بؤرة حتى تبقى وقود لحروب لما بدهم يعملوا حروب. بس اليوم عم بتعمم على الكل. يعني اليوم فيك تحكي عن مثلا فيصل كرامي كما يتم الحديث عن نجيب ميقاتي او كمان تيار المستقبل او كمان الوزير اشرف ريفي. يعني كمان عم بيصير في تعميم الجرم على الكل. يعني بمكان يعني الواحد لما بيكون بموقع سلطه بقلب الحكومه شو مين بيحمل مسؤوليه؟ ولكن وزير من ضمن حكومه كامله كان في يعني رئيس حكومه رئيس ميقاتي حضرتك كان رئيس ميقاتي رئيس حكومه ومعه خمس وزراء من طرابلس وكان في 21 جوله وما بيحمل مسؤوليته لوحده لانه كان قاعدين معه نواب تيار المستقبل. فاليوم نعمل مسؤوليه على الكل. لك عميم مسؤوليه ولاد طرابلس بفيقوا بينتفضوا من على بكره بدهم يعملوا دوله اسلاميه. يعني عمين عم نضحك؟ نحن عندنا تاريخ مشرف. نحن بال 1850 لما كانت مدينه علم علماء ويقصدوها ليتعلموا فقه وشرع كانوا بنفس الوقت عندنا مسرح وعندنا اوتيلات وعندنا مرفق شغال. كان في عندك تجاره، كان في عندك مؤسسات، كانوا ولاد طرابلس محترمين. كان في عندك وقف اسمه وقف البسه، الناس اوقفت من اموالها تلبسينات مجوع بالشارع. فقروها لطرابلس وحولوها الى بؤر والى مجموعات مسلحه عم بيضربون واليوم واصلين على استحقاقات ما حدا بيحكي بوضعهم وكانه شيء لم يكن. نحن منا متفاجئين. نحن بنعرف انه بالاخر هيدا اللي عم بيخططوا له ومشان هيك نحن نازلين عم نعرف ثغراتهم وين. مش هيك اذا الله بريد نحن بدنا نربح. بس نحن منا فايتين عم نقول بدنا نكسر حدا. نحن عم نقول بدنا نفوت بدنا نستلم. معنا تكنوكرات، معنا فريق، واحد مهتم بالتوظيف، في عندك حدا مهتم بقصص التعليم المهني اخر دراسات طلعت دوليه.
عندك 50% من اللي عمرهم اقل من تحت من 10 سنين بطرابلس ما بيعرفوا يقروا يكتبوا. هيدي مين مسؤول عنها اليوم؟ دليني شوفي عندك من قبل الدوله اللبنانيه تقديمات عملوا 21 جوله عنف وعدونا ب 100 مليون ما شفنا منهم فرنك. جايين اليوم عم بيحضروا عن اول وجديد محاصصه حتى يردموا البحر ويرجع يعملوا المرقاب. المرقاب لوحده ما انا اللي بحكي هن كليتهم حكيوا عم تطلع يعني لما بده ياخذوا كوميسيون على التزام 10 مليون قبل ما يبلش الالتزام اكيد ما بيقعد في مصاري لاشياء ثانيه. ولاد طرابلس بتعرف هالشيء، ولاد طرابلس بيعرفوا انه اليوم عم بيشترون لانه منهم سائلين عنهم بس، وهن بيعتبروا ولاد طرابلس بينشروا بس عم بيتذكرون انه بال 2009 وعدوهم لاهل طرابلس باستقرار وانماء. بلا ما يجي استقرار صار في عندك جولات عنف والانماء توزع السلاح. وبرجع بقول لك بتحدى حدا يقول اي جهه من الجهات السياسيه عملت مشروع انمائي حتى يوظف ناس بقلب طرابلس. عملوا اشياء ريعيه توظف ناس ليكون في مكانات انتخابيه، ولكن ما في مشروع انمائي. والمشروع الانمائي ما لازم يصير شحاده عبر مقومات البلد. المقومات الاقتصاديه معطله، كلنا بنعرف المرفق تبع طرابلس 2%، مرفق بيروت 97% و1% موزع على المرافق الثانيه، هذا قرار سياسي. المعرض تبع طرابلس رئيس مجلس اداره المعرض اذا بده ياخذ قرار بده ياخذ موافقه وزيرين. المصفيه حاطين محل حتى للتنفيعات طيب اقل ما يكون البلديه نادر حط ايدنا عليها. انه المواجهه لازم لتنحصر لما يصير في تشتيت اصوات انه تكون مباشره بين حدا وحدا. اليوم المواجهه يعني شامله على الكل. بتعتبر انه معركتك هي منافسه لائحتين اكيد لا. لكن سحب الاصوات من درب لائحه الوزير اشرف ليفي لحتى تامنوا خرق، ولا سحب الاصوات من درب لائحه الاحزاب او القوى اليوم بين مشروع ولا مشروع الشمالية. بين مشروع ولا مشروع امكانيه تطبيق المشروع. اليوم انا كابن طرابلس بدي اعرف انه بس تقطع الانتخابات ما بدي اطلع من البولد بلا حمص. شو فارقه معي انا اذا ربح اشرف ريفي على الحريري او الحريري على اشرف ريفي؟ شو بيجيني؟ والله فلان طلع قوي فلان طلع ضعيف. اشرف ريفي شو عنده طارح هلا اليوم مشان الانتخابات بعد الانتخابات اذا نجح الفريق تبعه؟ كمان عنده برنامج. شو برنامجه؟ احمد فخر الدين احمد شو اسمه؟ قمر الدين قعد 18 سنه رئيس لجنه الرياضه بقلب المجلس البلدي ما عمل ملعب. عمين عم نضحك؟ جايين تيقولوا هيدي محاصصه ما نحن فايتين فيها بمشكل، شو فرق معنا؟ نحن عم نقول منا مسكرين يخبطوا بعضهم اذا بدهم، بس عم نقول فريقنا جاي برؤيه واضحه، لانه الناس اللي معهم نحن فينا نشتغل معهم، لانه ولاد بلد، ولكن القرار اللي معطل البلد هي هالهيمنه السياسيه والاستئثار بالناس. بيحطوا لك مثلا بباب التبانه يافطات دقت ساعه العمل، شو اي ساعه العمل؟ شو عم بيشتغلوا العالم؟ انه تعوا علقوا لي صور وعظموني بشعارات هيدا العمل اللي بدنا اياه لاهل طرابلس؟ شو المسخره هيدي؟ ليه تاخرت لهلا بعد نقول... ما اعلنت لياحتك؟ لا لقول لك ليه، لانه نحن الموجودين من الاول ولكن ما بدنا نحطهم للشباب تينضغط عليهم. اسماء انذكرت وصار في ضغط عليها، ففي عندك وبنعرفهم كيف بيشتغلوا. فاليوم نحن هلا صرنا جاهزين، قلت لك بوجه تحيه لكل الشباب يلي بقيوا مهديين معنا وبالفعل هن قبضيات لانه يعني كلياتنا نحن بدنا نواجه. مين ابرز الاسماء اليوم بتعتبر؟ في عندك حكيتك عن عماد مسلماني، حكيتك في 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 عندك اثنين مهندسين يعني جدا جدا صحيح عمرهم 30 سنه بال 28 كمان نصر شما هو مبين خريج برشلونه. تقول لك ليه؟ لانه هدول شباب محمسين جايين يشتغلوا. بين انه اللافت بهاللائحه انها هي شبابيه فيها مثل ما انوصفت يعني مثل ما عم تنوصف حتى بالمجتمع الطرابلسي انه فيها نسبه تكنوقراط عاليه، يعني في حدا بسوق الذهب بطرابلس في تجار في معنى، ولكن في عندنا كمان في ايضا صديقنا طالب كبار اللي هو بالسوشيال ميديا طالب شاب واضحه المهمه الواضحه تبعه اللي فايت عليها هي البراندنج تبع طرابلس، على تسويق طرابلس، انت بتعرفي انه طرابلس على فتره طويله تصورت كانها بؤره للتطرف والمواجهه، هلا بعدني عم بقول لك تاريخنا مشرف، فاليوم لما بدك ترجعي تظبطي الصوره، وهيدي بتصير عبر المؤسسات الرسميه، عبر البلديه اللي بدها ترجع تستوعب اهلها واللي عندها الامكانات، اليوم انا اللي شايفه كلهم فايتين على المحاصصه عن بلديه طرابلس غنيه، شايفين نمط الشغل كيف هو، إذا بس من الخلية واللي بلدية طرابلس بدها 100 مليون دولار 150 مليار
بس اذا بده يروح كوميسيون 10 مليون بيروح على 10 اشخاص وبيبقوا ولاد طرابلس عم يشهدوا. نحن اللي بنعرفه لانه نحن عم نحتك مع ولاد طرابلس، ولاد طرابلس منهم اغبياء، ولاد طرابلس فقروهم، ولكن نحن بنراهن ما على مثل ما بيقول لك انه انت بتراهن على ضمير العالم، لا على مصلحته. لانه ابن طرابلس له مصلحه يكون عنده وظيفه، ابن طرابلس ما بيقبل انه يكون صار والله بيتوظف بيجوا بيعملوا واسطه يشتغلوا ببيروت، تصوري بده يروح ويجي كل يوم 600,000 ليره سكيورتي 12 ساعه. ليش شو كيف يعني؟ هيدا شو فيلت يعني الزلمه؟ هيدا عنده منطقته بتقدر تضبه، بلديه ما المفروض توظف اقل من مليون ليره ويكون مضمون. طيب هيدا بيعرف انه بيحصل له لانه مصباح الاحدب اللي عم بيقعدوا فيه، وبيعرف انه انا عندي بالست سنين اللي مرقت ال 21 جوله اللي كانت على كنا موجودين على الارض وكنا واقفين بوجه هالتحالف الغريب يلي ساعه بيصبوا بعضهم بيرجعوا بيلتقوا وقت الضرب او وقت المحاصصه، ونحن عارفين بده يلتقوا وقت المحاصصه وبده يرجعوا يلتقوا وقت الضرب لانه تركين طرابلس بقره تحضروا لنا الجوله 22. نحن عم نقول من اسحب الفتيل، نحن عم نقول بدنا نعزز ونكرم ابن طرابلس بحقه من بلديته. اليوم واثق اليوم حقه ابن طرابلس، عفوا بس خليني اكمل، هيدي حقه ابن طرابلس يكون مثل ابن الضاحيه، مثل ابن كسروان لانه هذا مواطن لبناني، يكون محمي ببطاقه. ما بنقبل اي حدا يعتبر انه دفع له حقه على الانتخابات، بركي صار له حادث بعد 10 ايام شو بيعمل؟ بيقولوا له دفعنا لك حقك روح. فبيعرف ابن طرابلس حياخذ مصاري لانه بحاجه، ولكن بيعرف انه بحاجه لضمانات فعليه، وبيعرف انه الفريق تبعنا حيعمل اذا الله بيريد بحال نجحنا. مشان هيك نحن مراهنين، ومشان هيك انا على ثقه انه الفريق تبعنا اذا الله بيريد حيربح، لانه طرابلس تعبت بقى وشايفتهم يعني داب الثلج وبين المرج مثل ما بيقولوا. شو الخلافات البلا طعمه؟ نحن عارفين كل مره بيوصلوا على معمعة من هالنوع، انه بالاخر الناس مستاقه من المحاصصه. بيجي اشرف ريفي بيقول لك بيسب على المحاصصه، بتنفس القصه عند اشرف ريفي من تحت الدلفه لتحت المزراب، دخلك وزير عدل شو عم بيعمل لهم للشباب اللي موجودين بالسجن اليوم؟ وزير عدل شو عم بيعمل بالنسبه للشباب اللي عليها ملفات امنيه؟ هو يقول بانه وزير يعني وزاره العدل هي اكثر منا يعني منا وزاره فاعله وقادره بانه تسرع بهذا الموضوع، هن قادرين انه يسرعوا بالمحاكمات وغيره، بس كمان في عدم قدرة عنده أنه يكون القرار السياسي بإيده، وهذا ما تبين مشان هيك يقول أنه استقال. رح تابع معك بعد الفاصل. لا تفزيني بس الادعي المدعي العام هيدا بيمثل الرأي العام، يعني هيدا إجمالا بياخد في مونة من قبل وزارة العدل عليه لأنه بيمثل الرأي العام. فاليوم هو بيقول لك إيه بس هيدا للشيخ سعد، عاش ضحكوا علينا بقى، أنتوا عم تضحكوا علينا، عم يضحكوا علينا بالآخر. إيش فرقة معي فلان ضد علان، كلهم مثل بعضهم، انا اللي بيهمني النتيجه، شو عندكم لحتى نطلع من الفقر اللي وصلتوا العالم عليه؟ ما عندكم شيء فكوا عنا، خلونا نستعمل امكاناتنا بطرابلس. رح تابع معك بعد فصل اعلان اخير. مشاهدينا برحب فيكم مجددا، قبل ما نتابع حوارنا معك استاذ مصباح. بعده مش جاهز جاد، رح نرجع بعدين ننتقل لجاد. بمتابعة على موضوع الانتخابات في طرابلس، كنا عم نحكي انه في برنامج انتو محددينه، صندوق التعاضد احد ابرز الامور فيه غير هيدا الموضوع. فريق من الشباب كل واحد متولى ملف، في عندك محامين بالنسبة للشفافية، بعدنا عم نحكي في مصاري بلدية طرابلس بدها تنحط، وبالنسبة لاستيعاب اللي عليهم سجلات عدلية، بلدية طرابلس وبالنسبة للي عليهم سجلات عدلية. عفوا قد ايه الموازنة تقريبا ميزانيتها؟ بدي اقول لك شغلة، يعني اذا بتشوفي الموازنة اللي موجودة على السايت تبع البلدية في موازنة 2009، نحن بال 2016. فمشان هيك أول شغلة بده يصير في تدقيق مالي، وبده يصير في عرض لكل شيء بطريقة شفافة، حقنا يعني حقنا مثل غيرنا يعني. فطبيعي انه موارد طرابلس تستعمل لاهل طرابلس، ما طبيعي انه 100 مليون يجوا يروحوا على 10 اشخاص. هيدي اول شغله. وفي عندك مثل ما قلت لك قصه السجلات العدليه، لان احنا كلنا بنعرف ما حدا قابض بطرابلس هالمسخره انه اللي كان عند الحريري او عند المئاطي صار يعتبر داعشي اليوم، بدنا نرجع نعمل لهم اعاده استيعاب مثل ما انعمل بمناطق ثانيه. يعني انا بالاخر بالمجلس النيابي المرافق تبع الرئيس بري كان يقاتل مع امل، كان عليه سجل عدلي، شو ترجع تفوتيه بالدولة؟ لأنه الأمن قبل ما تطلبي الأمن العسكري بدك تأمني الأمن الاجتماعي.
في عندك فريق ثاني كمان هو المهندسين، يعني في عندنا شبان بالفعل بياخذوا العقل، ان كان نصر شما وان كان مصطفى صالح خريجين برشلونه، ونحن عندنا بطرابلس مدينه مملوكيه من القرن الثالث عشر مهموله ومتروكه بس بعدها موجوده بدها تظبيط وتنظيف. في عندك واجهات على التل عم بيدمروها بطريقه مزبوط. ممنهجه بحين هيدي تاريخنا، هيدي شغلته، والمحلات المساحات الخضراء والى اخره. في عندك كمان ملف جدا جدا مهم يلي هو مثل ما قلنا ملف التقارب بين جبل محسن وباب التبانة، بين طرابلس يلي شرخوها، لأنه اجت فترة قالوا لأهل باب التبانة أوصوا على الجبل، وأهل الجبل أوصوا على التبانة، وليك قالوا لهم تحت داعش، تحت قالوا لهم أوصوا فوق، لأنه جماعتهم قتلوا الحريري، وبيركب بيروح الحريري بيقعد معه لبشار الأسد، والناس صارت بالسجون وصارت كليتها فقرانة من فوق وتحت. عملوا خطة أمنية ما صار شيء، لن دفع مصاري لن عمل أي تمييز إيجابي من قبل الدولة، بعدهم اللي متضررين تحت وفوق موجودين، وبعدهم يلي بدهم يستعملوهم تركينهم ستاند باي تحت وقتها بدهم يستعملوهم يرجعوا يفتحوا، نحن هيدا الجرح بدنا نسكره. مشان هيك نحن حطينا ايدنا بايد دكتور عبد الخالق كمان بجبل محسن، اللي هو جدا محترم كمان شاب منه محسوب على اي طرف، يعني بوقت انه الليست اللي هي اللائحه المدعومه من لائحه تيار المستقبل والرئيس مياتي وغيرها اخذ عليها بدايه انها رشحت اشخاص محسوبين مباشره على الحزب العربي الديمقراطي، بعدين تم الانسحاب منهم. اذا بدنا اللي بقدر اقول لك اياه انه كان رئيس البلديه المفروض يحط الاسماء هو. على اول شيء نطروا العالم شهرين، انا نحن عارفين يعني كل الصحافه، لانه كمان قال انه في طلبت ورا فيتو على فلان وفيتو على علان وفيتو وفيتو وفيتو، بالاخر طلعت انه على شو بتحطوا فيتو، شو مطلوب منه الرئيس ما معروف. بس فهم الرئيس اللي بده يجي انه انتبه اذا حدا حط عليك فيتو ما فيك تشتغل، معناتها عطلوا مثل ما صار بالبلديه السابقه. صحيح، غير كوبي بيست. الفرق انه البلديه السابقه كان مهندس، هلا اليوم مع العلم صديقنا وشخص جدا محترم، ونحن انا بحبه جدا شخصيا، وفي علاقه عائليه نحن وياهم بنقدره وبنحترمه. بس انا برايي جايبينه بدهم يربطوه، بدهم يحطوه مأمور سويد وجه، مثل ما صار باول حائط يعني وقف قدام نادر غزال. فاول مشكل كانت الرئيس، بعدين صارت الاسماء، الاسماء اللي كان حاطها الرئيس تغيرت كلها سوا اخر دقيقه، وكرامات العالم اللي كانوا واعدينهم وحاطينهم، يعني هيدا اللي اسمه طلع، هيدا اسمه فات، في استخفاف اللي بكرامات الناس المحترمه بطرابلس. يعني مثلا الخطا اللي صار سابقا وانه طلع انه والله الحق على اعضاء البلديه كلهم هدول ما بيسوا، ما بقى نجيب حدا. ما في مشكله على السياسيين ان كلهم ممتازين، صح عم بيسبوا بعضهم، صحيح حملوا الناس السلاح، صحيح عرقلوا البلديه، ولكن بيرجعوا بيتفقوا وبيقول لك لا نفست الوضع والاجواء منيحه. انه حضرتك من تحت الطاوله مدعوم من الرئيس نجيب ميقاتي لمواجهه اللواء اشرف ريفي، انه بيضربوكم ببعض بتربح الناس يا ستي. هيدي من السخافات اللي بيطلعها اشرف ريفي، ما بيعرف يشتغل الا مخابراتيا. انا مديت ايدي للرئيس ميقاتي ولاشرف ريفي وللكل، وقلنا لهم نحن عندنا مشروع، ما اجاني رد لا من الميقاتي ولا من الريفي ولا من الحريري. كيف يعني مديت ايدك؟ عبر مين حكيت؟ ولو طلعنا حكينا وقلنا لهم نحن عندنا برنامج، وهيدا البرنامج نحن بنتمنى انه نتعاون نحن وياكم فيه، لانه هيدا اللي بنتمنى نتكاتف كلنا سوا للنهوض بطرابلس. وعارف انا مسبقا انه ما بدهم، لانه قلنا 20 ولو جولات العنف كلها بنعرفها، بس ما يعني ما تعطلنا نحن كمان، وناطرينهم هلا اقل ما يكون نعطي خيار للمواطن طرابلسي. يا ستي انا كنت بتمنى اتعامل مع الرئيس ميقاتي او مع اشرف ريفي او مع اي حدا، كنت بتمنى اتعامل معه. ما زلت كمان سابقا عم تقول انه هن نهجهم بالسلطه هو اللي وصل طرابلس لهون. اذا كان في مجال نتفق على مشروع بتعامل معه، بما انه ما في مجال وبده يبقوا على نهجهم. اذا بتقرا كل مشاريع اللي تم الاعلان عنها سابقا كمان هي مشاريع واعده، بس بالممارسه تبين انه انا طرحت نفسي كمرشح على بلدية طرابلس، فأنا ابن طرابلس أبن عن جد إلي حق ترشح على بلدية طرابلس، ومثل ما عم تقولي يعني منو هالمركز اللي بالنسبة للكل شيء مهم، أنا بالنسبة لي جدا مهم، لأنه هيدي سلطة تنفيذية، إن معودين يجيبوا واحد من جماعتهم يحطوه ويشغلوه مثل ما بدهم. هيدي البلدية تقدر تكون نافعة بدها رئيس يقدر يتصرف باستقلالية عن الكل، ويقدر ياخذ القرارات اللي بحاجة لها أولاد طرابلس بعيدا عن المصالح السياسية. نحن ما فينا نفوت بمواجهه بالمطلق، مدينا ايدنا وقلنا لهم انتم موجودين، وهن بيقولوا مثل ما قلتي بيحكوا كلام ممتاز،
ولكن لما بتحطيهم على المحك بعد 20 سنة خبرة بنعرف أنه ما نم بهالوارد. فبما أنه ما نم بهالوارد ما معناته أنه والله نحن بنقعد على جنب، لا، نحن قلنا حق، نحن ولد بلد أنه نرجع نحصل حقوقنا. اليوم ما فيهم يكونوا قاعدين معطلين حقوق طرابلس مركزيا وحاطين إيدهم على مصريات طرابلس محليا كمحاصصة، وبيرجعوا ابن طرابلس بالنسبة لألون وقت الانتخابات بيكبوا له فرنجين بعدين عم بيموت طبيعي عمره ما يرجع، لا بيسمحوا لنا فيها. بعتقد أنه نحن ما بنقدر نوصل على انتخابات وتكون الناس محبطة لأنه كله فيت ببعضه. نحن برجع بقول لك نحن ما عندنا مشكل مع أي حدا إذا كان هالحدا مستعد نفوت على رؤية واضحة. نحن فيتين تنشتغل، ما نفيتين تنعمل محاصصة. بس يمكن أنه الانتخابات البلدية تبينت أنه قوتها بالماكينات الانتخابية، يعني معظم الماكينات الانتخابية هي اللي بتحدد بالآخر نسبة الأصوات وغيرها وغيرها، لأنه مجرد يكون عندك جيش من المندوبين أنت أمنت دخولك للاستحقاق البلدي. اليوم بالمنافسة الجماعة الإسلامية عم تحكي بماكينات منظمة، ماكينة التيار العزم من أهم الماكينات، يعني ما دي مش قصة إنه شيء هذا واقع. عم تحكي أيضا بالتيار المستقبل عنده ماكينة لا بأس بها، وإن كان يعني بمحلات صدت شوي نتيجة يعني الركود، بس كمان ماكينته جيدة جدا. فأنتوا يعني بالمقارنة كتير صعب. بس أنت تقلك شغلي، نحن أول شيء كمان عندنا مكنة يمكن ما عندها الإمكانيات المالية، ونحن ما بنشتري مندوبين، لا ما عندنا مصاري، ولكن المندوبين ولاد طرابلس اللي عم بيلموه اليوم مندوب بيعرف أنه بعد بكرة إذا صار معه حادث بيكونوا كبوه. فهيدا المندوب اليوم بيعرف أنه مصلحته يأمن على القليلة بطاقة بتحمي 6 سنين من يوقف بالصف عنده. بيعرف أنه إذا قال له مصباح الأحزاب أنه بأمن لك وظيفة، كل الحكي اللي بينحكى ما له قيمة، لأنه بيعرفوني أنا على الأرض أنه ماني حتأثر من أي فريق من الأطراف اللي موجودين ومنفذها إذا الله بيريد. فبعتقد أنه في عندهم مصلحة، هذه من ناحية. وفي عامل تاني، بس التاني فيتين ببعضهم بيرح تصالحوا، اليوم شرحي لي القواعد تبعهم كيف بدها تتفق مع بعضها. بعضهم طالعين من انتخابات النقابة ربحان فريق على فريق، طيب معناتها شرحي لي أنت أي تنسيق بين المكانات فيه؟ كله بده يشطب بعضه وما نسر كل البلد عم تحكي فيه. مزبوط. هي العامل الثالث يا ستي انه في عندك مكانات بتوصل بلوك، ولكن في رأي عام انه بيعملوا كل شيء لإحباطه. نحن عم نخلي له خيار لهالرأي العام تنعطيه مجال يقدر يقرر. اليوم الرأي العام لما بيتحرك منو معون، الرأي العام بده انه طرابلس تصير عاصمة تطلع من البؤرة، والرأي العام شايف انه اللي عم بيشتغلوه هو لإبقاء طرابلس بؤرة أمنية وولادها وقود يقوصوا فيهم وقت بدهم يكبون بالسجون وقت اللي بدهم. رح تابع معك، ننتقل إلى جزين مع الزميل وتجارة مفلسين مع الأسف. قبل ما نروح على جزين ننتقل إلى جزين اللي بالأمس يعني عاشت احتفالات بانتخاب أول يعني نائب شرعي اليوم بمجلس التمديد. التفاصيل مع جاد غصن. صباح الخير جاد. صباح الخير نانسي. يعطيك العافية جاد. كمان جاد من امبارح لليوم يعني طيلة النهار بالأمس واليوم والليل. أولا كيف هي أجواء جزين اليوم، خصوصا أنه بالقراءات بحسب ما شفنا صباحا إذا بدنا نقول قراءات الصحف أبرزها، العنوان كان أنه اختبار شعبية العماد عون نجح بجزين وأنه تم التجديد للتيار الوطني الحر بجزين. طبعا ننسي نستطيع ان الارقام تستطيع ان تفيد بدعم هذه النظريه، وخصوصا ان امل ابو زيد فاز بنحو 14700 صوت، فيما لائحه التيار الوطني الحر التي فازت في الانتخابات النيابيه عام 2009 فازت بنحو 10900 صوت. اذا التحالف مع القوات اللبنانيه فاد هذا فاد مجموع الاصوات بحوالي 4000 صوت. اذا يستطيع التيار الوطني الحر ان يقول انه تحالفه مع القوات اللبنانيه يغني طبعا قوته، ولكن لا يأتي تعويضا عن خسارة منية بها. فالأرقام ارتفعت بشكل ملحوظ بين تلك الدورة وهذه الدورة الفرعية بالأمس، هذا في الانتخابات النيابية. ولكن البارحة في الأمس ننسي سهرنا لحوالي الساعة 2:30 صباحا بانتظار أن نعرف نتيجة الانتخابات البلدية، بعدما كانت نتائج الانتخابات الاختيارية انتهت
في جزين عين مجدلين، وفي جزين كان التيار فاز بخمس مخاتير من أصل ستة خرق بمختار واحد، وفي عين مجدلين فاز بمختاريها الاثنين. في الانتخابات البلدية انتهت بورصة الأرقام ليلا عند اختراق لائحة التيار الوطني الحر بثلاثة أفراد من اللائحة المدعومة من النائب السابق سمير عزار وطبعا ابنه إبراهيم عزار بثلاثة أشخاص، وكانت تتبدل الأرقام بازدياد الخروقات خرق واحد إضافي لتصبح النتيجة 14-4. اليوم صباحا صحونا على نتيجة تقول باختراق لائحة التيار الوطني الحر بثلاثة أعضاء من اللائحة الأخرى، وكان في ذيل اللائحة، وهنا كان الترقب لمعرفة إن كان خليل حرفوش رئيس البلدية الحالي ورئيس اللائحة المرشحة والمدعومة من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية سوف يتمكن من الفوز، لأنه هو كان المستهدف بالتشطيب وهو كان في ذيل اللائحة. النتيجة اليوم صباحا تقول ب 15-3 وفي ذيل اللائحة يفوز خليل حرفوش، ولكن هناك إشكالية حول هذا الفوز، فالفوز أتى ب 13 صوت، وبالفرز بالأمس هناك 15 لائحة اعتبرت أنها معلمة وإذا هي ملغات، اليوم حولت إلى السرايا الحكومية للسرايا القضائية هنا سرايا جزين لمحاولة فضها قضائيا، وكان هناك ممثلين عن لائحتين لمحاولة معرفة هذا الموضوع. إن كانت هذه اللوائح سوف يعود وتحتسب سيخسر خليل حرفوش بصوتين، ولكن هذا الأمر غير مبتوت حتى الساعة. النتيجة الرسمية التي انتهى عليها الفرز كانت فوز اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية 15-3 في ذيل الترتيب خليل حرفوش ب 13 صوت، بانتظار الجزم بهذه اللوائح 15 لكي نعرف إن كانت ستؤكد النتيجة الأولية أو سيعود ويخسر خليل حرفوش وتنتهي النتيجة ب 14-4 لصالح اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. نعم نانسي. نعم جد، أيضا يعني بهذه النتائج يعني بالقراءات ممكن القول أنه النتيجة البلدية أيضا وإن كان في خرق تقرأ بأنه فيها فوز للتيار الوطني الحر ولا فيها تغير بالمزاج الجزيني. الانتخابات البلدية كانت لها حساباتها الخاصة، بينما الانتخابات النيابية الفرعية كانت تؤخذ بالسياسة بشكل واضح، أن هناك تحالف التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية في مواجهة عائلة سمير عزار وأيضا المدعومة من الحزب القومي. كان الرئيس بري الذي تاريخيا يدعم النائب السابق سمير عزار وابنه المرشح إبراهيم عزار قد صرح قبل أيام من الانتخابات النيابية الفرعية أنه سيقف على الحياد في هذه المعركة. هناك طبعا ترقب لتفصيل قراءة الأرقام التفصيلية التي سوف تصدر عن وزارة الداخلية لمعرفة الصوت الشيعي كيف صب، ولكن عندما يحوز سمير إبراهيم عزار عفوا على نحو 7500 صوت من المرجح أن يكون حصل على نفس مجموع الأصوات التي حصل عليه والده الذي ترشح في مواجهة التيار الوطني الحر عام 2009 وكان مدعوما بصورة واضحة من حركة أمل التي هي الأفعل على الساحة الشيعية هنا في جزين، والتي تمثل الأصوات الشيعية تمثل نحو 6000 صوت. هنا نستطيع أن نقول أن بالمعنى السياسي كانت الانتخابات النيابية أوضح، في المعنى البلدي أيضا هناك طابع سياسي لأن أيضا التيار الوطني الحر متحالف مع القوات اللبنانية فيها، ولكن فعالية عائلة عزار أكبر في الدائرة الصغرى من القضاء برمته، ولذلك كانت المعركة أعتى، وخصوصا أن القوات أن الكتائب اللبنانية كان دعمها بلديا أوضح من دعمها لسمير عزار لإبراهيم عزار نيابيا، كانت تدعم اللائحة المدعومة من إبراهيم عزار وسمير عزار، ولذلك أيضا لها طابع سياسي، ولكن الطابع المحلي الذي تعلق بأداء البلدية الحالية التي يترأسها خليل حرفوش لعب دورا وحكي عن خلافات داخلية في التيار الوطني الحر من فئة هي التي آثرت على التشطيب، ولذلك أتى خليل حرفوش في ذيل الترتيب وهو أيضا استهدف من آل عزار لكي يهزم بشخصه، ولذلك طبعا أمر معنوي يتعلق بالساحة الداخلية في البلدة ورمزية الفوز التي سوف يحوز به التيار الوطني الحر.
يعني بانتظار أن يتم البت بربما اللغط الحاصل حول الأصوات التي تحسم إما خرق خليل حرفوش أو بقاء خليل حرفوش في من ضمن الفائزين، وإما أن ينضم إلى مقاعد الخاسرين. هذا الموضوع برهن اليوم أو التحقيقات التي سوف تحسم هذا الموضوع نتيجة الشكوى بسرايا الجزئين، مظبوط؟ صحيح، نحن بانتظار إذا النتائج القضائية لتبت بالفوز الذي كان قد انتهت عليه الفرز بالأمس وهو 15-3 ويفوز خليل حرفوش. لا ندري إن كان هذا الفوز حتى لو أكد قضائيا سوف يستكمل، يعني يسمح للتيار الوطني الحر أن يستكمل مسار الذي كان قد قرره قبل الانتخابات، أن يكون خليل حرفوش هو رئيس البلدية بطبيعة الحال وأيضا يرشحه لرئاسة اتحاد بلديات جزين، أم أن هذا الفوز الذي أتى قريبا جدا وهزيلا بشخص خليل حرفوش وليس للتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية الذين تمكنوا من الفوز بالنتيجة الكبرى 15-3 أم 14-4 على الرغم من حماوة المعركة، ولكن لشخص خليل حرفوش إن كان هو سوف يكون أيضا رئيس البلدية، وهذا أمر ربما مرجح، ولكن هل سيمكنه هذا الأمر من أن يستكمل مساره لرئاسة اتحاد بلدية جزين؟ هذا الأمر طبعا سوف ينتظر في الأسابيع المقبلة، وأولا علينا أن نتأكد من تأمن هذا الفوز قضائيا، ولكن بالمعنى السياسي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية من ليلة أمس يتصرفون على أن تحالفهما وحتى هو تحالفهما أيضا نجح، ولكن حتى التيار الوطني الحر على صعيده الحزبي أكد حضوره الجزيني الأقوى على مختلف القوى الأخرى التي تنافسه وخصوصا محليا في البلدة على آل عزار الذين تمكنوا من مقارعته، ولكنهم لم يتمكنوا من الفوز في هذه المعركة التي كانوا هم يقولون إن كانت الانتخابات البلدية النيابية الفرعية هي لتأكيد الحضور أكثر من الفوز، فالانتخابات البلدية هدفها الفوز بصورة واضحة، ولكن لم يوفقوا في هذه المعركة مع إغفال الصناديق. نعم جاد، طبعا كما ذكرت يعني التيار الوطني الحر بمجرد وصول بالأمس مساء رئيس التيار الوزير جبران باسيل إلى جزين ومشهد الاحتفال الذي نقل على وسائل الإعلام مباشرة يوحي بأنه يعني أراد أن يؤكد بأن جزين هي تقع من ضمن الخريطة البرتقالية بتوزيع الحصص الحزبية على المناطق. شكرا لك جاد غصن، ويعطيك ألف عافية لك ولزملاء كلهم بالفريق الذي واصل يعني نهاره بليله باليوم صباحه من جزين ومن كل المناطق معنا. شكرا لك جاد. استاذ مصباح، يعني في مزاج شعبي معين لافت بمختلف المناطق، يعني اذا بدنا نحكي من انتخابات بيروت الى جبل لبنان الى اليوم بجنوب، انه في مزاج شعبي عم بيقول في حاله اعتراض واضحة، وهي حالة اعتراض لابد أن توضع بالإطار الإنمائي للسياسي. طبعا. الناس اليوم وإن كانت هذه المعارك الأحزاب دخلتها لترجع توحي أنه هي عم بتقيس شعبيتها وعم تجدد لحالها وعم تعطي شرعية لتمديد بقاء بالسلطة، لكن الناس خاضتها على أساس إنمائي أكثر، والنتائج تقرأ أنه لا، في غضب إنمائي عارم بكل لبنان. طبعا لانه برجع بقول لك الحكومه الحاليه والحكومه اللي قبلها، الحكومات المتتاليه كانت حكومات محاصصه وتوزيع حصص على السياسيين، وكل المشاركين بالسلطه الحاليه بصراحه فشلوا لاقطين البلد مثل ما عم نشوف لما نوصل على استحقاقات بيجربوا يستعملوا نفوذ سلطه او مال او شيء تيرجعوا يكملوا مثل الاول، وحتى لاقطين البلديات لانه فيها مكاسب بيعتبروا انه هيدي لازم تتوزع عليهم لانه عندهم مصاريف ميني مجالس لانه ميني مجلس سلطه. فاليوم الناس حقها تعترض لانه بالاخر بيقولوا لك اذا هيدي متقاعسه او مقصره السلطه المركزيه خلينا نشوف شو بنقدر نعمل محليا، ونحن عندنا اكثر محل بلبنان المفروض يفكر بهالطريقه، خاصه انه مثل ما قلت لك صار في تحويل، يعني في مناطق في تقصير بالانماء ولكن ما في تقصير بالتعامل مع بني ادم. مزبوط، مأمنينه. نحن عندنا حتى صار في وصم لمدينه
صار في للأسف وصمت مدينة الطرابلس. مش هيك نحن متكلين على زميلنا طالب كبارة إذا الله بريد يلي هو بده يشتغل على البراندينج لما بدنا نوصل على البلدية قريبا إن شاء الله. راح أختم. تقلك ليش؟ لأنه في مشروع إذا بدك تخدمي اليوم الخيار بين إما مشروع إنمائي واضح قابل للتطبيق إما الاستمرار بالفوضى إما بين بؤر إما بين عاصمة إما مشروع أو لا مشروع. رح أختم من صيدا مجددا مع رشال كرام، ما بينشبع من شوفتها لرشال. رشال التي تنقل الآن مباشرة يبدو أن من بلدية صيدا مع رئيس البلدية المنتخب محمد سعودي. رشال مجددا تفضلي. نانسي، كان من المفترض أنه رسالتنا السابقة تكون آخر رسالة أو أقله قبل نشرة 2:30، ولكن تفاجأنا عندما تم اتصال برئيس البلدية محمد سعودي أنه هو موجود يعني بالبلدية من الساعة 8 الصبح، وبالتالي أنه لا، إذا من الساعة 8 الصبح رئيس البلدية المنتخب الجديد مفترض عم بتقبل التهاني، مفترض يكون عم بيكون موجود أقله عم بيرتاح ببيته من بعد هالنهار الطويل وهالمعركة الطويلة يلي صارت خلال الأسبوعين السابقين وتحديدا نهار أمس. رئيس، اولا مبروك، نحن ما نقدر نقول لك نرجع تقييمك. اول شيء انا استغربت من 8 الصبح موجود بالبلديه، ما كنت حابب انه ترتاح اكثر ولا انا ما بنام كثير اصلا؟ يعني بتعرف الواحد كل ما كبر بالسن بقل فتره نومه، يعني انا اصلا بنام بكير، بنام 8:30، بس امبارح نمت تقريبا 11:30 قبل ما تطلع النتائج يعني، وصحيت 5 وطلعت على النتائج الصبح شفتها. رئيس حضرتك امبارح نمت 11:30، نحن كنا بعدنا عم للوحده ونص عم ننقل النتائج، يعني كنت مطمئن او انه خلص ما عني لك بقى الموضوع الاستمرار بالمهرجان او المهرجان الاحتفالات اللي كانت موجوده؟ لا انا اصلا اطمئنت من قبل ما الانتخابات، يعني من قبل ما نبدا الانتخاب مطمئن لها، بدليل انه يعني انا في عندي ناس موجودين خارج لبنان تمنيت عليهم انه ما يجوا ما قديش يتعذبوا يعني. فموضوع انا عارف تماما انه الصوت الصيداوي ما في شك انه راضي عن عمل البلديه وراضي على يعني على الاعضاء اللي موجودين في البلديه كاشخاص. رئيس، الساعه 8 الصبح جيت على مكتبك شو تعمل؟ بلشت امضاءات؟ بلشت تمشي شو يعني 8 الصبح شو معقول يكون؟ اولا انا بيجي كل يوم 8 الى 10 وبعض الاعضاء يوم تاخرت يعني ل 8 فبيجوا الاعضاء الصبح، مش كلهم يعني بعض الاعضاء بيعرفوا انه انا موجود، فعاده بيتواجد في هالوقت هذا ما لا يقل عن 6 اعضاء. اليوم كان في حدا منهم موجود؟ طبعا كان في، يعني انا وطالع طلعت انا والدكتور عبد الله كنعان اللي هو يعني عضو في المجلس البلدي السابق والحالي. أوكي. وبعدين بقية الأعضاء وصلوا لأربعة اليوم. طيب على مكتبك هلأ في معاملات ولا كيف هلأ؟ بس عم بتلقى اتصالات عم بتهني أيضا أشخاص موجودين باللوائح في معاملات قديمة بس ما فيني اتصرف فيها هلأ، لأنه ما يعني هلأ نحن ممنوع يعني ممنوع نزاول العمل البلدي لغاية ما ينتخب مجلس جديد رئيس ونائب رئيس. هلا انتخبوا أعضاء، فطبعا المحافظ بيدعينا وبخلينا ننتخب رئيس ونائب رئيس، وساعتها بصير نقدر نمضي المعاملات العادية. عملت شي خدمة من 8 لساعة 12؟ ايه، في واحد أجل عندي بأياعة في مجرور حد بيته المسكر، فبعتنا حدا يصلحه، هيدي واحدة. شغلة تانية في البرامية في مدرسة، رغم انه هي مش من صيدا بس محتاجين مساعدة، عندهم احتفال فبعتنا حدا يساعدهم. طيب بعيدا عن هالموضوع بالسياسة بالارقام، هل قرأتوا انه شعبيتكم كبلدية كحضرتك كتيار مستقبل كجماعة اسلامية انخفضت بالنتائج ولا حافظتوا على مستوى معين؟ اولا عدد المقترعين السنة قال، وطبعا هذا مفهوم، قلت لك انا يعني في عادة يعني ناس من أهالي صيدا بيشتغلوا خارج لبنان وعادة بيجوا ينتخبوا بياخذوها مناسبة بيشوفوا أهليون وبينتخبوا. يعني أنا اللي بعرفهم وعندي معارف كثير من أهالي صيدا خارج بصفتي، أنا جيت على البلدية من عملي بخارج لبنان، فأنا تمنيت عليهم ما يجوا هالمرة لأنه ما بدي إياهم يتعذبوا، وبنفس الوقت
يعني نحن مطمئنين للنتيجة. بس أكيد في بتصور بتوافقني رأي إنه غياب الرئيس سعد الحريري عن بيروت عن لبنان أيضا شعبية تيار المستقبل ما كان في المال الانتخابي كمان ما كان كتير نقدر نستخدمه مبارح. فيش مال انتخابي أبدا، لا يعني لا مباشرة ولا غير مباشرة، ما في. وبعدين بكل انتخابات في مال سياسي، ما يعني مال انتخابي. إيه إيه، بس هالمرة هاي أنا ما شفت أي شيء بدل على إنه المال الانتخابي كان له يعني له إفكت. لأنه ما في، لأنه أموال ما عاد موجودة مزبوط عن تيار المستقبل، في أزمة مالية. ما عم أقول لك ما يعني ما صارت ولا بقبل أنا حتى يصير في تدخل يعني مال سياسي للانتخابات. أنا مش منيحة إلي يعني بحقي، وبتعرفي أنا يعني عندي مصداقية كشخص، ما يعني مش موضوع رئيس بلدية، يعني أنا شخص بحترم نفسي وبحترم الآخرين، وما بقبل يقال عني إنه والله أنا رشيت. فرق بين 2010 2016 كان تقريبا 4000 صوت لناحية الفرق، يعني كان 9000 صوت قبل، بالوقت الحالي 5500 ولا 6000 صوت. هذا الفرق هو بدلالة على شو برأيك الانخفاض؟ في قلت لك العدد الناخبين أقل بسبب يعني كان بيجي تقريبا شيء مش أقل من 3500 صوت من العاملين خارج. يعني أنا ما انا مش منعته يجي، انا طلبت منه بتمنيت عليه ما يجي. العامل الثاني، العامل الثاني كمان تيار المستقبل كان بيجيب من العاملين في الخارج، هالمره كمان اتمنى عليهم انه ما يجوا. النتيجه كانت نحن يعني تقديراتنا كانت معروفه، فما بدنا يعني نغلب الناس يعني حتى ما يصير عندهم المشقة بالسفر. للطرف الآخر يعني لدكتور أسامة سعد، للأشخاص اللي انتخبوا اللائحة الثانية، أي رسالة فعلا مش 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 دبلوماسية ولكن أي رسالة حقيقية؟ ايه؟ حقيقية من محمد السعودي إلى جميع أبناء صيدا، وعلى رأسهم التنظيم الناصري واللقاء الديمقراطي. بلدية صيدا زي ما تعاملت معهم في السنوات الماضية ستتعامل في السنوات الست اللي جايين هلا، وأفضل، لأنه هن أكيد ممتعدين بكونوا. هذه بس الامتعاد هذا بكون يعني أبو يوم يومين أسبوع كثرة بعدين. نعم. نحن أثبتنا في البلدية هاي إنه بابنا السياسي بتوقف على بابه. وأنا بقول لك يعني من الفترة الماضية يكاد ما بمر يوم ما بشوف حدا من التنظيم الناصري في مكتبي، ما بمر ولا يوم، وأنا خلي يقولوا أنه أنا عم بالغ. شكرا كثير لك يا ريس، ومبروك للولاية الثانية، 6 سنين أيضا جايين. شكرا لك ويعطيك ألف عافية. الله يحفظك، أهلا وسهلا فيكم. شكرا، مرسي نانسي. هذا كانت الرسالة من مكتب رئيس بلدية الحالي السابق والحالي، على أنه نكون طبعا بموافاة بنتائج بجولة أخرى ما احنا نكون فيها بصيدة على لنشرة الساعة 2:30. نعم، شكرا لك رشال، يعطيك ألف عافية أيضا لك ولكل الزملاء اللي كانوا من مبارح واليوم، ولكل حدا فعلا مبارح واليوم كان تغطية شاملة لكل الزملاء، يعطيكم ألف عافية. ومشاهدينا، قبل بدي أشكرك أستاذ مصباح الأحدب المرشح على لائحة طرابلس عاصمة، على أمل أنه فعلا نسمع بطرابلس وبالشمال عموما الأسبوع المقبل هذه اللغة اللي هي بعد الانتخابات بتكون لغة التعاون ومد اليد للجميع. وموفقين إن شاء الله بطرابلس. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة، غدا حلقة جديدة من برنامج حدث، فكونوا على الموعد.